وبيشوط ولا جول ولا جول يا محمد داوود. اهلا بحضراتكم من جديد، شرفني ونورني النجم الكبير مالديني الكره المصريه الكابتن كبير ومدرب الاهلي السابق وصاحب بطوله 2013 كاس افريقيا الغاليه على قلوب كل الاهلاويه النجم الكبير الكابتن محمد يوسف. منور يا كابتن. كابتن ميدو اهلا وسهلا بيك ومنوره طبعا بيك، ومبسوط ان اكون معاك النهارده ومع جمهور النادي الاهلي طبعا وشاشه قناه النادي الاهلي بيتنا طبعا. اكيد اكيد، وكل الناس مبسوطه ان انت موجود وكل الناس مستنياك. الله يخليك. وعايزين يعرفوا اخبارك. اكيد الحمد لله تمام، موجود في يعني استراحه كده شويه بعد تجربه بتروجيت، وان شاء الله يعني في اكتر من عرض كده موجود بره مصر لسه بدرسهم بقى لانهم في نهايات الدوريات، فبشوف كده هتبقى يعني زي احتمال يعني ان شاء الله اوافق على احد العروض انه يبقى دراسه للفرقه وفي نفس الوقت امتداد لموسم قادم يعني، فلسه ما خدتش قرار بس يعني ان شاء الله خلال الايام القليله القادمه دي ناخد قرار فيهم يعني. الاريح لك نفسيا ايه؟ الشغل جوه مصر ولا بره مصر؟ والله طبعا الاثنين بتستفيد منهم يعني، بس طبعا الشغل بره مصر في مجهود اكتر. يبقى عندك درجة صعوبة شوية بالنسبة غير لما بتبقى جوه مصر من خلال طبعا ثقافة اللاعبين، كل دولة بيبقى ليها ثقافة. أنا كان ليا تجربة في العراق والحمد لله كانت عملت اسم كويس جدا هناك، فكانت شاقة جدا في أول مرة، لكن تاني مرة كنت يعني في خبرات بقى سابقة، تعامل اللاعبين، البيئة هناك، الدوري حفظته طبعا وحفظت اللاعبين في الدوري والماتشات، الملاعب، بتلعب فرق بره وجوه فبتبقى عارف. برضو الشغل بره بيديك خبرات كبيره. برضو ما اقدرش انكر ان في مصر ليها بريق خاص، برضو الشغل في اكتر من مكان بيديك خبرات كويسه وبتقدر ان انت تعمل طرق، تجرب طرق اكتر من طريقه بالنسبه للتاكتكس بتاعتك، بالنسبه للشغل المباريات. ف انت عارف كمدرب محترف بتشتغل تحت ظروف مختلفه يعني. اكيد يعني اكيد هنتكلم في التدريب، مش هسيبك انا. طبعا انت مدرب كبير يعني. لا لا مش كنت عايز اتعلم منك شويه بس انت سبتني في الاخر. لا لا قول لي انت بتفتكر نفسك وانت لاعب كره في النادي الاهلي؟ بفتكر نفسي لما اكون لاعب كوره. وانت لاعب كوره في نادي الاهلي امتى الاوقات دي بتقعد تفتكرها؟ لا بقعد طبعا، كل مرحله من المراحل اللي قضيتها في النادي الاهلي ليها طعم خاص، ليها مذاق خاص، خصوصا انا دخلت النادي الاهلي كان عندي 11 سنه فكنت صغير في السن يعني. دايما بقول ان احنا عشنا فتره اللي هي البراعم ثم فتره الناشئين والشباب، كنا محظوظين محظوظين لان كان كل الكوره في النادي الاهلي زمان فتره الثمانينات كانت في النادي الاهلي في الجزيره. بعد كده عملوا بقى مدينه نصر ونقلوا قطاع الناشئين في مدينه نصر، لكن احنا كنا محظوظين لان احنا كنا بنشوف القدوه بتاعتنا قدام عينينا يوميا. احنا كنا نخلص تدريب وما كناش نمشي من النادي، كنا نفضل قاعدين نتفرج على الفريق الاول يوميا، مش احنا بس يعني، مثلا الناشئين تحت 12، الناشئين تحت 14، الناشئين تحت 16، كل الناشئين بيقعدوا يتفرجوا والشباب ويخلصوا ويقعدوا يستنوا تمرين الدرجه الاولى الساعه 3 العصر عشان يشوفوا النجوم الكبيره بقى. كان يعني انا طبعا ما انساش طبعا نجوم الثمانينات بقى، الكابتن محمود الخطيب، وكان الكابتن اكرامي، والكابتن ثابت البطل الله يرحمه، والكابتن طارق ابو زيد، والكابتن مصطفى عبده، والكابتن ماهر همام، يعني مش عايز انسى طبعا ناس، يعني خايف انسى ناس ممكن يكونوا نجوم كبيره، كابتن ربيع ياسين. بس انا لحقت بقى كابتن ربيع ياسين، لعبت معاه، لعبت مع كابتن ثابت، بس انا فاكرهم
يعني كنا كان وطي صوتك يا ابني واحنا داخلين، كان وطي صوتك الفريق الاول موجودين لعيبه في الدرجه الاولى موجوده ليهم رهبه. وطي صوتك مش وطي صوتك يعني ما حد يتكلم مثلا بصوت عالي ولا كده. وكان الاوض بتاعتنا كلها جنب بعض يعني. فكانت اوضه الفريق الاول دي ليها الباب بتاعها كده ليه ومكتوب عليها يعني الفريق الاول. فبقى كلنا كنا نبص واحنا صغيرين امتى هنطلع تدخلوا الاوضه دي، ومين المحظوظ اللي هي اللي هيجيله نصيب يعني يغير بقى في اوضه الفريق الاول يعني. فطبعا عشنا طبعا سنين جميله، بدانا نلعب دوري بقى يعني. بدانا انا اول مرحله سنيه لعبنا دوري 13 سنه، كان دوري رسمي بقى 13 سنه، كان مع كابتن وعب شافي. وكان يعني كنا على طول طبعا كقطاع ناشئين عاده في النادي الاهلي على طول بيفوز بالبطولات. انا افتكرش ان احنا خسرنا بطوله في قطاع الناشئين على مدار السنوات اللي لعبتها لغايه لما طلعت الفريق الاول سنه 89. ما خسرناش بطوله، بل كنا بنكسب يعني ممكن نتعادل مباراه في موسم كله ولا حاجه. فيعني كان ذكرى كويسه. اتمرنت طبعا في قطاع الناشئين مع الكابتن مفتي، مع الكابتن شاو عبد الشافي، مع الكابتن عادل طعيمه. الصوره كده تيجي انت محضر حاجات. يلا تعالى افكرك شويه كده، نروح نشوف الكابتن محمد يوسف كده في تقرير كده، ونرجع لحضراتكم نشوف كابتن محمد يوسف رايه ايه بعد ما نشوف هذا التقرير. هو واحد من لاعبي القلعة الحمراء البارزين الذين كتبوا أسماءهم بأحرف من الذهب والماس في سجلات التألق الكروي. ولما لا، وهو يجمع بين الموهبة والأخلاق. عشق النادي الأهلي منذ نعومة الأظفار هو الكابتن محمد يوسف، الذي ولد في 9 من أكتوبر عام 1970. بدأت موهبته مع الساحرة المستديرة وهو في 11 من عمره، الأمر الذي جعله يذهب إلى النادي الأهلي ليخوض تجربة الاختبارات ليلتحق محمد يوسف بالنادي الأهلي. وتدرج في المراحل السنية داخل قطاع الناشئين إلى أن ذاع صيته وبات حديث الصباح والمساء داخل قطاع الناشئين. تم تصعيد محمد يوسف مع الفريق الأول عام 1989. بدأ يوسف مسيرته المليئة بالإنجازات مع المارد الأحمر حتى احترف في الدوري التركي عام 99. استطاع خلال هذه الفترة إحراز 17 بطولة مختلفة مقسمة ما بين 7 بطولات دوري، كما حقق يوسف 4 بطولات لكأس مصر، وبطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، وبطولتين عربيتين ومثلهما سوبر عربي وبطولة كأس الاتحاد. يعتز يوسف بهدفه في مرمى الزمالك في اللقاء الذي انتهى بين الطرفين بفوز الأهلي 3 أهداف دون رد. لا ينسى أحد الدور البارز الذي لعبه نجمنا محمد يوسف مع المنتخب الوطني، الذي توج ببطولة الأمم الإفريقية والتي أقيمت في بوركينا فاسو عام 98، كما شارك ببطولة كأس العالم للقارات عام 99. كانت له تجربة جيدة في الدوري التركي عن طريق نادي دينزلي سبورت لمدة 2 موسمين، ثم ديار بكر سبور. هو حقا تاريخ عامر بالإنجازات والأرقام الفريدة التي تبرهن على الموهبة والمهارة، والتي كانت السمة الأساسية لمحمد يوسف داخل المستطيل الأخضر. ده في فاول فكرني بروبرتو كارلوس في فرنسا متهيألي. ده كان قدام الشمس. فاكر كنت مشغولين يعني، كان في خوف شويه ان يعني مش مركزين في الدوري بقى، كان بدا الدوري بعد البطوله، فكان في خوف شويه. المباراه دي كسبناها 2-1 تقريبا على ما اتذكر، وكان في كانت مباراه صعبه يعني. فانا فاكرها كويس، انا كنت راجع من اصابه في انكل رجلي، وكنت رابط بنداج في انكل رجلي يعني.
بس حلو قوي. بس انا ما لعبتش فاولات كتير في النادي الاهلي، يعني معلومه برضو ان لما طلعت تركيا بدات اتمرن على الفاولات. يمكن كان في مدير فني كان ماسكنا في الدينيزلي اسمه ارسون يانال، ده كان من المديرين الفنيين الناجحين جدا في الدوري التركي، وبعد كده مسك منتخب تركيا الاول. دربني يعني، وانا كنت لعيب بقى، كان 4 ايام في الاسبوع. هنا دور المدرب يعني بيبقى واضح جدا. انا عمري ما كنت بلعب فاولات في النادي الاهلي، يعني يمكن الفاول ده بالتحديد غير مباشر فدخلت شوطه. لكن لما رحت تركيا الراجل ده قعد يدربني على الفاولات فتره طويله جدا، لدرجه ان اول موسم احرزت حوالي 7 اهداف مع فرقتي في كلها، او 6 منها فاولات. فقد ايه علم معايا ان التدريب على حاجه زي الفاولات الثابته والحاجات اللي هي غير مباشره اللي على ال 18 قد ايه بتجيب نتيجه يعني. فبعد كده عرفت قيمه ده لما بقيت مدرب، ان انت ممكن تعمل او تكتشف مناطق في لاعب بالتدريب ما يكونش هو عارفها، ولا انت او قبل كده ما فيش مدربين سابقين اكتشفوها يعني في اللاعب يعني. اكيد المدرب ليه طبعا يعني بقول لك كان بياخدني كل 4 ايام على الاقل في الاسبوع بالزبط. بعد ما التمرين يخلص على طول نشتغل، يجيب لي كور موقف حارسين مرمى واشتغل على الكور دي، فجابت نتيجه كويسه في الماتشات يعني. شايف يا كابتن محمد ان السوشيال ميديا المنتشر الايام دي والقنوات الكتير جدا على اللعيبه والاضواء اللي على اللعيبه فرقت معاكم انتوا كجيل؟ يعني كان ممكن يبقى فيه ظهور احسن من كده، كلام احسن من كده، شكل احترافي احسن من كده؟ بص، هو كل جيل ليه الوقت بتاعه. تمام. وقبلنا كان جيل عظيم جدا يعني، يمكن انا طلعت في فتره التسعينات، قبليها كان في الثمانينات في جيل عظيم جدا، بس ما كانش عليه بالزبط. مقارنه بالزبط. بالميديا بتاعت التسعينات يعني، يمكن بتاعت التسعينات كانت ما فيش يمكن كاميرات بتغطي المباراه، ما كنتش بتفرج على لقاءات غير يمكن برنامج واحد اللي هو الكاميرا في الملعب لو تفتكر الاولى. الثمانينات ما كانش في حاجه خالص يعني، ما كانش في، انت بتلعب المباراه بتذاع، ومش كل المباراه بتذاع انما دلوقتي انت كل المباراه بتذاع، وفي اكتر من برنامج، وفي ميديا، وفي يعني هي دي التكنولوجي بتاعت الزمن على طول يعني في تطور. فكل جيل بيلعب في وقته يعني. انا بعترض شويه برضه، او اوقات يقول لك ايه مثلا ده الفلوس، الجيل الحالي بياخد مبالغ مقارنه بين قبل كده. هو كل وقت، جيل الثمانينات وجيل السبعينات المبالغ اللي كانوا بياخدوها كانت مبالغ في الوقت ده بتجيب حاجات كويسه وتقدر تشتري بيها حاجات كويسه، كذلك فتره الثمانينات كذلك. فهو كل جيل بيبقى ليه سمات، ما نقدرش نقارن جيل بجيل. بس طبعا تقدر تقول برضو، مش عشان بشكر في جيل التسعينات، لكن الثمانينات قبلينا كان موهبه، كموهبه اعلى. انا كنت اقول لك خلينا نبعد عن الفلوس والكلام ده. كموهبه اعلى. اقعد مع جيل مثلا يقول ده انا لو انا بلعب في الايام دي كنت كسرت الدنيا. لا، ما انا هقول لك على حاجه هجاوبك. الكوره كانت زمان فيها موهبه عاليه قوي بالظبط، بس ما كانش فيها سرعات، لان ما كانوش حتى اسلوب التدريب مختلفه ميدو عن دلوقتي. دلوقتي انت بتتدرب صبح وبعد الظهر وبتتمرن احمال عاليه جدا. يعني النهارده اللي بيقول لك انا لو كنت موجود في الجيل ده كنت اقدر العب، ما هو انت برضو لعبت في وقت كان الكوره ليها سرعات معينه. الموهبه بتاعت السبعينات والثمانينات كانت موهبه عاليه جدا يعني كان مواهب عاليه قوي، بس كان حته الجانب البدني شويه والتاكتكس ما كانتش بالتقدم دلوقتي. دلوقتي ممكن تكون الموهبه قلت بس البدني عالي قوي والتاكتكس عالي جدا. فبرضه دي بتعمل فرق شويه، فممكن يكون المواهب طبعا قلت عن زمان يعني. وانا بشوف ان كل جيل كل ما بتمشي المواهب بتقل شويه، والاعتماد على الحته البدنيه والحته التكتيكيه بتزيد شويه. ده بيبقى دور مدرب ولا دور لعيبه يا كابتن موسى؟ لا، ده انا شايفه انه دور مجتمع عموما. انت المواهب بتطلع منين؟ المواهب بتطلع ان انت بتوفر ملاعب في المدارس، توفر ملاعب في الاحياء وفي القرى وفي زمان كان عددنا قد ايه، وكان مفيش تكدس يعني، فاهم قصدي؟ وكان الملعب بتاع المدرسه
كان ملعب كورة. النهاردة بيبنوا على ملعب الكورة اللي في المدرسة ده، بيبنوا عليه مبنى واتنين عشان يقضي الفصول عشان عشان عشان. بس انت عندك الناشئين، الناشئين عندك في القطاعات، في الاهلي، في امبي، في المقاولين، في 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 عندك الناشئين وعندهم مواهب كبيرة جدا جدا، كل ما بتطلع كل ما المواهب تقل. لا ما انا بقولك يعني دي يعني نقطة، دي نقطة ان المواهب في المدارس وفي في اللعب في المراكز الشعبيه، الحاجات دي كلها هي دي اللي بتخلي الولد يلعب ويمارس وتبدا موهبته تنمو وهكذا. تمام. بالاضافه ليه ان انت قلت حته كويسه جدا، هي المدرب. المدرب النهارده عايز اقول لو مش دارس ومش عارف الطفل اللي عنده 8 سنين و9 سنين ده المفروض تتدرب على ايه ويديله المهارات الاساسيه بتاعه كره القدم، فما يبدا ينميها ويبدا يعني يشتغل على تطويرها ويشوف ايه القصور اللي عند الطفل ده وينميها. كل الحاجات دي بتاثر بعد كده في اللاعب لما بيكبر. انا افتكر مثلا احنا كنا واحنا صغيرين لما كان عندنا 11 سنه و12 سنه، ربنا يديهم الصحه طبعا، كابتن شاو عبد الشافي، الكابتن مفتي ابراهيم، كابتن عادل طعيمه، كابتن محمود السايس، الناس دي دربتنا واحنا صغيرين، كانوا كان التدريب تقريبا 90% من وقته كله بنتدرب على المهارات الاساسيه بتاعتنا، ازاي توقف الكوره، ازاي تكتم الكوره، ازاي تمتص الكوره على صدرك وعلى فخدك، الحاجات دي كلها، ازاي ترفع اوفر، ازاي تستلم، الحاجات دي كلها. فدي مهمه جدا، خلت بعد كده الواحد عرف قيمه الكلام ده لما كبرنا. تبص تلاقي فرق بين لاعب من ناشئين الاهلي طالع ومن ناشئين في انديه اخرى، تبص تلاقي استلامه للكره مختلف، دقه التمريره بتاعته مختلفه، الحاجات دي. سيبك بقى من السمات الاراديه والشخصيه والحاجات دي وانه متعود على الفوز وي، انا بكلمك على الجانب المهاري يعني. تمام. بالنسبه للعيب. تمام. يعني خليني ارجع بيك شويه لورا، انا مش عارف اكيد الاسئله دي هتتسالتك قبل كده، لكن احنا هنروح لها بطريقه ثانيه. قالوا لك تعالى انت رايح النادي الاهلي، مين اول واحد قال لك؟ هم مش قالوا لي، انا كنت واحد صديقي اسمه عمرو كان جاري في المعادي وكان رايح النادي الاهلي يعمل اختبارات، هو اكبر مني، فقال لي تعالى معايا، فانا رايح معاه. يعني واحد قال لك فهو ايه يعني رايحين الصبح، انا رايح معاه، هو اللي رايح يختبر يعني. فروحت لقيت اختبارات لجميع الاعمار، كان الله يرحمه الكابتن مصطفى حسين كان جيب شمسيه. دي كانت اول مره تدخل في النادي الاهلي؟ اول مره اخش النادي الاهلي. احساسك بقى؟ لا داخل يعني بقى عارف مبلم. ده كان 10 سنين ولا 11 سنه؟ كان عندي 11 سنه. 11 سنه بالظبط. فكان صيف 81. صيف 81 تمام. فما كنتش لسه تميت 11 سنه، انا مواليد اكتوبر، كان صيف 81 تمام. فاللي حصل ان انا دخلنا فلقيت عدد مهول، عدد مهول، بس كان يوميها المواليد او المدين المعدة لمواليد 68 تقريبا، او يعني يا 67 يا 68، اكبر من انا 70. فالمهم قعدت بقى اتفرج، الكابتن مصطفى حسين الله يرحمه طبعا كان مسمينه ابو الاشبال، جايب شمسيه وقاعد وقاعد وهو اللي بينقي، هو اللي بيختار، واللعيبه تلعب 5 ضد 5، مفيش 10 دقايق هوب تعالى انت، تعالى انت، تعالى انت وكذا بس. فانا عجبني القصه فقلت لا، رحت ايه، انت رايح جاهز؟ لا انا معيش لبس ولا حاجه، انا رايح عادي كده. فالمهم قلت لا، انا عجبني جدا الموضوع، شفت نفسك انت ممكن تبقى في وسط العيال. قلت اجرب يعني. قلت اجرب، فرحت ايه واخد مواليد اللي هم بتوع 70 تمام. فعرفت مواليد 70، رحت ايه جاي. المهم بقى فايه، خدت المواليد وجيت بلعب وكده وبتاع 5 ضد 5، مفيش برضه 10 دقايق ربع ساعه. انا فاكره كويس، راح مناديني من 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 وهو قاعد تحت الشمسيه، راح مناديني قال لي تعالى انت اشول، انت ساكن فين؟ قلت له ساكن في المعادي. قال لي طب تجيب، قال لي كده بالظبط، انا فاكر كويس قوي، حتى انا مش عارف، مستخرج من شهاده الميلاد وست صور. فرجعت بقى ايه مستخرج. فكرت صاحبك ساعتها ولا ايه؟ ولا مشيت لوحدك ولا ايه؟ لا ده يوم تاني، يوم تاني. صاحبي خلص اختبار واتاخد، هو اختاروه، كان لعيب كويس، كنا بنلعب مع بعض بقى في نفس الشارع في المعادي. ف بس دي بقى بدات بعد كده، وكان انا كان الكابتن مصطفى حسين بقى الله يرحمه كان مسميني يوسف بتاع المعادي. لا انا يعني عايز احساسك، الحاجات اللي هي انت ما اتكلمتش فيها قبل كده، احساسك وانت بقى قال لك هات وانت قلت خلاص انا بقيت في النادي الاهلي،
وانت مروح في بقى احاسيس كتيره. يعني احنا مثلا دخلت في البيت ازاي وقلت لهم لا انا اول ما رجعت بابا باي الله يرحمه طبعا والدتي يعني حاسس بنفسك لا ولا حاسس بنفسي حاجه ده بالعكس ده هم قوموني جدا اول الثقافه اختلفت تماما انا والدي الله يرحمه كان معترض جدا ان انا اطلع لعيب كوره قال لي ايه يا ابني لعيب كوره ده احنا ما عندناش حد ولا بتاع كوره وتلعب كوره ومفيش الكلام ده بالنسبه له انت عندك مذاكره وعندك شغل وبتاع عشان كليه هندسه وهو كان رسم لي ان انا داخل كليه هندسه والدتي دكتوره في جامعه برضو فالثقافه دلوقتي اتغيرت دلوقتي كله عايز اولاده يلعبوا كوره انا عانيت معاناه فانا طبعا من حبي بقى للكوره وتمسكت بهذا الامل ف يعني عايز اقول لك ان 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 في بقى اقدار كتيره طبعا يعني مش عايز اتكلم فيها بالتفصيل لكن في عارف الواحد يعني مستقبله ده بإيد ربنا سبحانه وتعالى انت بتجتهد وكده لكن في حاجات عوامل كتيره بتحصل في حياتك بتمشيك بتوصلك بتقول لك انت ماشي كويس ماشي مش كويس لكن انا في حاجات ذكريات جميله قوي كنت يعني بحبها قوي في الناشئين يعني مثلا احنا كنا فرقه كان الفرقه الجيل بتاعي كان جيل في وليد صلاح في جمال مساعد في احمد يونس هاني صديق انا فاكر احمد يونس كان كابتن الفريق فكنا بنخاف منه واحنا صغيرين كده كان في مين تاني يعني مش خايف انسى اسم مشير حنفي كان معانا برضو في قطاع الناشئين المهم كنا نخلص تمريننا كان عامل ازاي وسط الناشئين ها مشير ده من يوم هو مساك من واحنا عندنا 11 سنه نفس الاسطمبه لغايه ما لعب فريق اول وخلص ومشي من النادي هو مساك وما غيرش لعب بس فتره باك رايت شويه بس هو مساك المهم كنا من الحاجات الجميله شوف ارتباطنا ببعض كنا نخلص تمرين ونطلع كلنا حوالي مثلا بتاع ما يقرب من 18 ل 20 لاعب نطلع ناكل مع بعضينا كلنا اوعى تقول لي كشري هو كشري طب كنت مستغرب مش عايز اقول عشان لا نقول احنا نقول كشري التحرير كنا بص 20 واحد يخشوا مع بعض فدي كانت يوميا نتمرن ونخش كنا بناخد بس يوم واحد راحه اللي هو بعد المباراه ويوم قبل المباراه بصراحه كنا بناخد كنت مستغرب ايه لما جيت انبي ولقيتنا بناكل كشري لا بس ما كناش بناكل يوم المباراه مين لا ده انت الموقف ده موقف مختلف خالص هنحكي عليه لا 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 هنحكي عليه ده انت كده هتغير فكره المشاهدين على الفريق ايه اكيد لازم يعرفوا كنت فاكر كويس قوي وكانت فرحه كبيره جدا لما كنا بنيجي نستلم اللبس بتاع بدايه الموسم الجزمه التريننج كان بوما احمر كده وده كان اللي بيستلم اللبس بقى شنطه اللبس دي هنبدا بقى الدوري دي كانت حاجه جامده جدا تاخد اللبس ده تنام بيه بقى طبعا والجزمه البوما دي طبعا والشنطه وده دي حاجه حلوه طبعا احكي لك بقى موقف حلو قوي كنا في الدوري بتاع 13 سنه فكنا نيجي تجمعنا يوم المباراه مثلا عندنا مباراه الاول هم خلاص في البيت استسلموا خلاص ان انت بقيت لعيب كوره هم قالوا خلاص. ايه قالوا بقى سيبه خلاص بس اهم حاجه المذاكره تحافظ على المذاكره وما ايه والدرجات ما تقلش تبص تظبط نفسك عشان والا هتقعد بالظبط فكنت بحاول بقى ان انا ايه عشان ما ابعدش عن الحاجه اللي بحبها كنت بحاول بقى الحاجه اللي هم بيحبوها تمام هقول لك بقى على موقف من المواقف كان جميل جدا كنا بنيجي نلعب المباراه الدوري الساعه 2:30 فبنتجمع الساعه 11:30 ف 11:30 دي احنا بنتجمع قبلها بنص ساعه كان الكابتن بيجمعنا الكابتن بيعمل ايه بنيجي احنا كلنا يوم قايل مين هيروح ياكل مش كله اسمع كابتن مشير الحكايه بتاعت الكابتن يوسف وبعدين هنروح مرحبين بيك بقى مش كله اللي بيروح ياكل اللي بيروح يتغدى هو اللي ايه هو اللي هيلعب المباراه اللي مش هياكل او اللي مش هيلعب مش في ال 18 كان 16 هم كان 16 11 و5 اللي مش هيلعب ما بيجيش ياكل مش عايز اقول لك مدى الحزن اللي كان مثلا ايه لما يجي الكابتن الشاوي عبد الشافي مثلا كان يجي يروح قايل ال 16 روح على المطعم يجي على واحد يعديه تبص ليه حافظ في الارض واحبط فمره بس اللعيب معانا بقول له ما تزعلش قال لي انت فاكر ان انا ما زعلتش عشان هنلعب انا زعلان عشان الوجبه كنت عايز الرز وده طب كنت مشير كان بيتغدى ولا كانش بيتغدى لا مشير كان اساسي على طول انا مشير يا ميشو يا جو حبيبي ازيك يا كابتن مشير منور الدنيا ما اختلفش يا ميشو والله يا كابتن عبد الحميد ازيك منور الدنيا كل سنه وحضرتك طيب ربنا يخليك حبيبي مبروك رجوعك للنادي الاهلي وبيتك ربنا يخليك ربنا يخليك يا رب وطبعا بمسي على جو حبيبي وصديق عمري في الملعب حبيبي يا ميشو والله انا لسه بحكي بقول ان مشير حنفي من 11 سنه
وانت محافظ على مكانك. مساك. كم مره يا كابتن مشير ما رحتش الغداء؟ كنا في وقت من الاوقات سرد باكات بتاعت مصر كلها كانت في النادي الاهلي. اكيد. انت عارف ان كنتش تحافظ على مكانك هتقعد طبعا. بس أكيد. انت مشير ما شاء الله يعني بص جابوا سردباكات وجابوا مدافعين من هو اساسي على طول يجي اي مدرب يروح حاطط مشير وبعد كده يحط اي حد. لا ما شاء الله قمه. ما شاء الله عليك والله ربنا يخليك. انت عشرتني طبعا. اولا كابتن عبد الحميد يوسف طبعا صديق عمري من مدرسه الكوره ومن ناشئين في النادي الاهلي وتصعدنا مع بعضنا لغايه ما وصلنا انا هو فريق اول وكان في صعوبه جدا طبعا اول ما صعدنا مع النادي الاهلي في ظل الجيل اللي كان معانا ميشو كان معانا تامر حفني وجمال مساعد وعصام صلاح يعني طلع معانا عارف بتكلم على المركز بتاعنا يعني احنا مدافعين عانينا كتير جدا على ما ثبتنا وجودنا انا ويوسف طبعا في ظل وجود الكابتن محمود صالح والكابتن رابع ياسين وناس كتيره جدا في المركز ده وبناء عليه كمان النادي الاهلي جاب جمال السيد وجاب الحديدي وجاب ابو الذهب وكمونه فالحمد لله انا ويوسف كنا من فرقه واحده وطالعين واشتغلنا وجودنا وبقينا موجودين في كل الاجيال اللي طلعت دي وطبعا يوسف جاما بيحكي كده احنا اولاد النادي الاهلي اساسا انا وجو اكيد اكيد يا كابتن طمنا عليك يا كابتن طمنا عليك حضرتك فين طمن الناس عليك والله انا موجود ويوسف طبعا عارف ان انا كنت معاه في قطاع الناشئين في النادي الاهلي وقعدت حوالي 4-5 سنين ومسكت الاكاديميه سنتين واعتذرت لان الاكاديميه طبعا يوسف عارف لكن انا مش طموحي وانا موجود يعني النادي الاهلي بيتي وفي اي وقت هيطلبني انا موجود ان شاء الله يعني الفتره اللي جايه دي اقابل الكابتن زيزو والكابتن علاء عبد الصادق وابقى موجود يعني ان شاء الله ان شاء الله باذن الله حضرتك قيمه كمان وقيمه كبيره كمان ولعيب مخلص جدا وحاجه كانت تشرف فعلا واكيد تستحق يعني انك تكون متواجد ولا يا كابتن يوسف طبعا يعني مشير من الشخصيات الوفيه جدا للنادي الاهلي ونتمنى ان شاء الله ان احنا يعني نشوفه قريب كده يرجع لبيته النادي الاهلي ويخدم النادي الاهلي ان شاء الله في اي موقع يعني ان شاء الله يعني كابتن مشير قول لي اصعب موقف قابلته او يعني مش عايز اقول بقى ارخم بلغه الكوره ارخم مساك قابلته في تاريخك كان مين؟ ارخم فرود قابلته اسف. لا هو الفراوده ما يوسف عارف الفراوده كانوا كتير بس طبعا كان في فراوده في الانديه كانت مستواهم عالي جدا المهريين طبعا كان احمد العجوز وكان الكاس وفراوده كتير جدا بس طبعا هم دولت عشان دولت المهريين فكان الواحد بيلاقي صعوبه معاهم يعني. فانا واحد من ابناء النادي الاهلي اللي هم قعدوا حوالي 29 سنه في النادي مراحل الناشئين كلها. قعدت 9 سنين في الفريق الاول حصلت على 19 بطوله مع النادي الاهلي وانا متواجد تحت امر النادي الاهلي في اي وقت يعني ان شاء الله يا كابتن ان شاء الله تشرف اي مكان انت فيه قول لي طيب موقف تفتكره انت والكابتن يوسف لا مع يوسف طبعا ليا مواقف كتير انا وهو بس انت عارف يوسف كان بيلعب باك شمال وطبعا يوسف لما جه لعب في المساك كانت بالنسبه لنا منافسه شديده جدا انا ويوسف والحديدي وكان الكابتن علاء عبد الصادي وكابتن جمال السيد بس كلهم بيلعبوا برجليهم اليمين انا الوحيد اللي اشوى فيوسف كان محظوظ لانه هو كان في الوقت ده المدير الفني اللي بتيجي فعايزين مساك يشتغل شمال فهو الوحيد اللي اشوى فهو الوحيد اللي حاجز مكان احنا كنا بنعاني كلنا هم اربعه ينافسوا في اليمين وانا في الشمال مفيش مره كابتن مشير قلت له امسك انت الفيرود ده اللي ادى فيها يعني ثبت وجوده وهو من اللعيبه المجتهده زينا يعني احد ابناء النادي الاهلي المجتهدين اللي هم من قطاع الناشئين تطرقوا فترات قطاع الناشئين كلها وقدرنا انا وهو نثبت وجودنا من الجيل بتاعنا ان احنا نكمل لغايه انا عن نفسي كملت لغايه الاعتزال في النادي الاهلي واعتزلت وانا عندي 29 سنه اكيد اكيد ذكريات مش محتاجه عايزه يعني يوم او يومين نحكي عنها اكيد اكيد الذكريات الجميله يعني يعني مفيش موقف مثلا تفتكره كابتن يوسف قال لك خد انت مشير الفيرود ده او انت لقيت الفيرود تيلو قلت له خد انت جو الفيرود ده ولا ما حصلش الكلام ده؟ لا كنت انا ويوسف طبعا فلعبنا فتره كتيره مع بعضينا وكنا منسجمين جدا مع بعضينا بس هو طبعا كان بيمسك الفرد اللي هو الطويل يعني ما فيش خلاف لانه هو اطول مني في القامه كنا متفاهمين انا وهو يعني هو كان يمسك الفرد القصير رجلي شمال وهو كان هجومي كمان أيوة. يعني العصر بتاعنا كلنا هجوميين يعني هو سجل اهداف وانا سجلت اهداف
فما كانش فيه بالنسبه لنا ويوسف اي مشكله واحنا بنلعب مع بعض ليه. كابتن مشير حنفي يعني اكيد كل الناس عارفه مين هو مشير حنفي، واكيد كل الناس عارفه اخلاصك وفائك نادي الاهلي، ان شاء الله ترجع النادي الاهلي تستحق كل خير. كابتن مشير شكرا جدا على هذه المداخله، عسل. جميل، هو شخصيه طيبه طيب جدا طيب. ومن الناس الوفيه يعني للنادي وشخصيه جميله بصراحه، طيب جدا وغلبان وابن حلال يعني. مفيش مره قلت له خد انت مشير الفيرود ده؟ لا هو فعلا انا بقول لك لما كان يعني احنا النادي الاهلي لما كنا بنلعب كان في معظم فرق كتير بتلعب قصادنا بفيرود واحد يعني. فكان مشير هو اللي بيمسكه، انا كنت بزيد بقى. فهو حتى كان يعني اوقات يتضايق ان انا ايه لما بزيد ما برجعش بسرعه يعني، فيقول لي ما ترجع يعني انت سايبني انا والراجل قاعدين. زمان كنا بنلعب ثلاثه، اما بالذات فتره التسعينات لعبنا ثلاثه ورا، فكان بيلعب ورانا بقى يا اما جمال السيد جه ويا اما في سمير كمونه. بس فانا كنت بزيد بقى، بحب اطلع هاجم وكده وانتو هات بقى وشوط وحاجات كده. انت كنت عصري بصراحه، انت كنت حاجه جميله والله بجد. الله يخليك. قول لي لما قالوا لك انت خلاص هتصعد الفريق الاول كان مين قال لك ولا جت ازاي؟ هي دي بقى كنا في الناشئين الحمد لله يعني. انا برضو من ضمن الحاجات الواحد لابد انه يقولها طبعا يعني الله يرحمه طبعا الكابتن طه بصري في المنتخب. انا يعني كنت بلعب زمان، كنت انا في مراحل الناشئين كنت بلعب وينج ليفت، كنت بلعب وينج ليفت مش باك مش تمام مدافع يعني. تمام. كنت بلعب وينج ليفت، فجه الكابتن طه بصري الله يرحمه في سنه 87 قبل ما نروح كاس عالم، لعبنا كاس عالم ناشئين في كندا، فقال لي يا محمد يعني عايزين انت ترجع تلعب باك ليفت وكده عشان نبدا بالكره من ورا ونحضر وكده، ودي هتنفعك برده في النادي الاهلي. هو كان شايف في النادي الاهلي ان المكان ده يعني هيبقى في مستقبل ليا وكده. فسنه 89 كان في مدرب عمل نقله كبيره جدا في الكره المصريه عموما يعني، وهو اول واحد دخل طريقه 3 5 2 اللي هو ديتريش فايسر. تمام. الماني كان الراجل ده، كان عبقري جدا ويعني عمل غير مفاهيم كتيره جدا في الكوره يعني. الطريقه دي كان لسه هو جايبها جديده، فكان بيبص على قطاع الناشئين فطلع ثلاثه او اربعه من عندنا من قطاع الناشئين يعني. كنت منهم بقى يعني، ليا فرصه ان انا اطلع وكده، فبدات العب معاه. السنه دي لغوا الدوري وعملوا بطوله بدل الدوري اسمها بطوله الاتحاد، بطوله الاتحاد المصري. تمام. بطوله الاتحاد دي هي بديله للدوري بدون الدوليين، فخدنا فرصه ولعبنا. فحطيت رجلي بقى وبدات في الفريق الاول سنه 89. كانت اول مباراه ليا كان الله يرحمه الكابتن ثابت البطل، كان هو حارس المرمى. كنت كان بلعب الاتحاد الاساسي يا كابتن؟ كنت انا بلعب اساسي. لا قبل كان كابتن ربيع ياسين طبعا، كان هو كابتن ربيع ياسين بيلعب باك ليفت. تمام. والدفاع بقى كان فيه كان فيه كابتن محمود صالح وكان فيه محمد سعد وكان فيه حماده صدقي وكان فيه مجموعه كبيره يعني. تمام. ابراهيم حسن وهاني رمزي قبل ما يحترف، وكانت مليانه يعني. فالمهم انا لعبت المباراه دي وكان كابتن ثابت ورايا الله يرحمه، انا فاكر كويس قوي اول مباراه ليا، رهبتين، رهبه الفريق الاول ورهبه ان ورايا كابتن ثابت الله يرحمه. المهم فلعبت على مين؟ على مصطفى نجم، مصطفى نجم اللي هو كان بعد كده لعب في الزمالك. اه ده كان بيلعب وينج رايت في الاتحاد، كان سريع سرعه مش ممكن. كسبنا 2-0 المباراه دي، كانت في الاتحاد في اسكندريه. فعملت مباراه كويسه، كنت مركز بقى قوي، تركيز عالي وبتاع وكده، البحر وراك والعدو قدامك. اه كابتن ثابت ورايا وفريق الاتحاد قدامي. المهم يعني عملنا مباراه حلوه. ومن ساعتها بقى الراجل مستر ديتش فاسا ده ايه قال لي خليك مع الفريق الاول ما تنزلش يعني. وكملت بقى من الفريق الاول بعد كده يعني. كملنا بقى لعبنا بعد كده 90 بقى مع كابتن محمود السايس، 91 مع الكابتن شوقي عبد الشافي، وجي كابتن انور، وبعدين بعد كده جالنا بقى فتره مدربين اجانب بقى ابتداء من مايكل ايفرت والان هاريس وهولمان وتسوبل يعني جالنا فتره التسعينات كلها. احنا الاول يعني كان الجيل بتاعنا طبعا هادي ووليد ومشير، ولما طلعنا الفريق الاول كان في شويه اللي هي فتره تغيير الجيل ما بين الجيل الثمانينات وجيل التسعينات، اللي هم السنتين بتوع 91 92 93 خدنا الدوري. قعدنا من 93 لغايه 99 سبع سنين متتاليه ناخد الدوري. وساعتها طبعا كان في بقى بطولات عربيه، كان الكابتن صالح الله يرحمه اتجه للاشتراك في البطولات العربيه، كان حصل مقاطعه شويه للبطولات الافريقيه. فلعبنا بقى الفتره دي، كانت فتره بقى جيل ثابت يعني. تمام. يعني قول لي كم بطوله؟
ما شاء الله. احنا الحمد لله يعني انا في فتره التسعينات ما كانش فيه طبعا عدد البطولات الكبير زي دلوقتي. دلوقتي انت بتعمل سوبر مصري وسوبر افريقي وبتاع. انا كسبت مع النادي الاهلي على مستوى افريقيا بطوله اللي هي بطوله كاس افريقيا ابطال الكاس سنه 93 كان قدام افريكا سبورت انا فاكر في استاد القاهره كان مقفل يوميها. كسبنا 1-0 وكسبنا 7 دوري مع الاهلي وخدت 4 كاس مصر برضو. وبقول لك بقى اشتركنا في بطولات افريقيا خدنا تقريبا خدت مع النادي الاهلي كنا اشتركنا في بطولتين سوبر فوزنا بيهم وبطولتين ابطال دوري بطوله عربيه ابطال الدوري برضو كانت واحده اول بطوله اقيمت هنا فوزنا بيها وفي بطوله اخرى غالبا كانت في المغرب فوزنا بيها. داخل في 18 بطوله 17 16 17 في الحدود دي. طب عايز ايه ده في مش عايز اتكلم مش عايز اتكلم يعني 17 بطوله ده في ناس لا في ناس عدت في ناس جايبه حاجه و20 بطوله في الاهلي برضه في ناس يعني كسبانه بطولات كتيره بس هو الفتره دي انت حسيت ان تاخد مثلا 6 بطولات ولا 7 بطولات لا 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 انا مش زعلان ولا حاجه بس انا بقول لك يعني مقارنه بحاليا طبعا عدد البطولات اكبر يعني شايفين يا جماعه يعني 17 بطوله وكان عايز مثلا حاجه و20 بطوله هو طبعا الواحد بيطمع انه يفوز ببطولات دائما يعني قول لي يا كابتن من غير اسماء مدير فن الاجنبي ولا مدير فن مصري اللي اتعامل مع الطبيعه الاهلاويه قوي اللي دخل فيها قوي لا يعني مديرين الفنيين الاجانب بيفيدوا في حاجات وطبعا المديرين الفنيين المصريين في الفتره الاخيره هو حصل يعني عايز اقول تغيير شويه في خلينا في جيلك يعني لا الفتره بتاعتنا ما كانش فيه مدرب يعني يمكن الكابتن انور سلامه اخر واحد تولى تدريب النادي الاهلي كان سنه 92 من 92 ل 2009 يعني الفتره دي كلها تقريبا كام سنه اجانب كان كلهم اجانب 92 ل 2009 92 ل 2009 يعني 17 سنه 17 سنه دول كلهم اجانب لغايه ما جه الكابتن حسام البدري تولى القياده في 2009 وكان ليا الحظ ان انا يعني اختارني برضو كنت ماسك في القطاع الناشئين واختارني للفريق الاول امسك معاه مساعد يعني اثروا في فكرك اثروا في اسلوبك ثقافتك يعني المدربين الاجانب اللي بيبقى مفيد فيهم طبعا واللي هو بيضيف للفرقه طبعا بيضيف حاجات كتيره جدا في الاتيتيود في السلوكيات بتاعتك في حته الاحترافيه الشخصيه كمان في الشخصيه في الجديه في التمرين في التدريب برضو بيبقوا عايز اقول يعني فير بشكل كبير قوي اكيد هو عايز مصلحته النقطه الثانيه بالنسبه برضو عشان ما اجيش على المدرب المصري لان انا مدرب مصري ولان النجاحات اللي اتحققت في الفتره الحاليه والفتره السابقه كان على ايد مدربين مصريين بالظبط يعني مارتن يول جه مثلا مسك في النادي الاهلي في مدربين تاني ويعني في مدربين تانيين ممكن ما عملوش نجاحات زي مثلا كابتن حسام لا بتكلم عن فترتك تحديدا لا الفتره بتاعت التسعينات كلها كان مدربين اجانب هم اللي عملوا الالقاب يعني اذا كان هولمان تسوبل او الين هاريس خد 2 دوري وبطوله افريقيا وكاس مصر 4 بطولات في السنتين وده يعتبر ريكورد كويس لان ما كانش فيه هم دول يعني انت كنت مشترك في دوري وكاس وبطوله افريقيا لو انت داخل في افريقيا يعني. اكتر مدرب عنفك تسوبل كان قاسي شويه بس كان لمصلحه اللعيب يعني ومصلحه الفريق فكان اسلوبه قاسي شويه يعني مختلف عن هولمان وعن الين هاريس يعني تفتكر له موقف عنفك فيه موقف ليك انت عنفك تسوبل مره قعد ينادي عليا حوالي 25 دقيقه في استاد القاهره انت مش سامع طبعا وانا لا انا سامع بس قالوا لي رد على الراجل ابراهيم حسن بيوميا كان هو بيلعب على الخط باك رايت فجه قال لي يا يوسف رد انا بلعب باك ليفت الناحيه الثانيه وكنت مساك مش فاكر فقال لي يوسف رد على الراجل عشان الراجل واقف جنبي وانا ودني خلاص وهو كان صوته كان ربنا مديله كده حنجره مش عايز اقول لك ينادي استاد رغم الاستاد فيه جمهور بالظبط فقلت له كان عايز ايه؟ هو مستر سوبر كان يعني من النوع اللي بيدي توجيهات على طول كتير اثناء اللعبه فاحنا عايزين نركز واحنا بنلعب كوره حلوه يعني فتره التسعينات يعني كانت الدنيا احنا مره كان الزمالك فارق 7 نقط عننا فالنيشنال الدوري فرق 4 نقط لينا ومره ثانيه 13 نقطه
فنشنا الدوري برضه يعني. فسنتين ورا بعض مش محتاجين تعليمات يعني. اه لا مش محتاجين، بس اوقات اللاعب بيحب يركز يعني في اللعب وكده. فالمهم بعد ربع ساعه كده رحت له بقى عشان يقول لي التعليمات، لما حد وقع اتصاب فالجيم وقف، فروحت رايح له بقى بس، فقال لي التعليمات بتاعتك. كانت تعليمات صافيه. ها صافيه. هو كانش يحبني اتقدم، انا كنت احب اتقدم يعني، انا كنت العب مباريات حلوه قوي وكان يتبسط مني جدا ويقول لي انت النهارده احسن واحد عندي. يمكن تصب لما انا مشيت رحت احترفت في تركيا يعني زي. كان 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 ليه كذا تصريح ان يعني ان النادي الاهلي هيفتقد المركز، ان الدفاع تاثر بعد يعني، ان هو حس بكده يعني، او هو شاف من وجهه نظره ان يوسف لما مشي ما عرفناش نعوض الفتره دي، كان بيمشي منها مدافعين ويجي مدافعين يعني، فاهم قصدي؟ بس طبعا هو كسب بطولات مع النادي الاهلي، عمل ريكورد برضو كويس قوي مع النادي الاهلي في البطولات. وعايز اقول كمان ان هو كان التكتس بتاعته كانت مختلفه يعني، كان يلعب كل مباراه بتكتس مختلف. لكن ما نجحش مع قد كده، ما نجحش لما ساب النادي الاهلي. ما هو خلي بالك، احنا في دور المدرب مع النادي الاهلي وخارج النادي الاهلي. لا يعني انا هقول لك على حاجه، ظروف داخل النادي الاهلي مختلفه تماما عن خارج النادي الاهلي. فصعب تقارن مدرب اشتغل في النادي الاهلي ببره. النادي الاهلي عوامل الفوز جواه بتساعدك، اللعيبه نوعياتها كنوعيات فنيه ونوعيات سمات شخصيه بتساعدك. ومش معنى ان يعني مدرب ما نجحش بره النادي الاهلي يبقى هو مش كويس، او ان هو مثلا لا 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 ما قلتش مش كويس. اكيد في عوامل، اكيد بتساعد. مستر مانويل مثلا عمل نجاحات كبيره جدا في النادي الاهلي، بس مثلا لما راح انجولا او راح اتحاد جده ما عملش نفس النجاحات. وايران كانت مختلفه شويه عن النادي الاهلي. هنتكلم فيها برضه. طب اكتر مدرب علم فيه، ما هتقولش كابتن جوهري يعني، كابتن جوهري يعلم في كابتن جوهري. اي حد من الجيل بتاع التسعينات او برضو جيل اللي هو 90 كاس عالم 90 يقول لك كابتن جوهري. كابتن جوهري كان يعني بصراحه ليه اسلوب وليه طريقه وليه شغل، ورغم ان شغله صعب ومتعب اللي بيشتغل مع الكابتن جوهري كلاعيبه يعني، صحيان الصبح الساعه 6 وشغل جامد جدا. بس كنا بنعملها يعني بقبول كبير جدا وبفرح وبسعاده وبانتماء كبير جدا يعني. يعني اكتر حاجه اتعلمت منه فيها كابتن جوهري. كابتن جوهري اكتر حاجه اتعلمتها تحب شغلك. عيد ميلاده النهارده كان. عيد ميلاده النهارده كابتن جوهري. الله يرحمه. الله يرحمه. هو اكتر الراجل ده كان بيحب شغله جدا 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 يعني. مش عايز اقول لك ان احنا كنا شغلنا مثلا في معسكر، المعسكر محطوط برنامج ما عندكش وقت. تمرين بعد التمرين، مثلا لو في استشفاء بعد الاستشفاء هتاكل، بعد الاكل في المحاضره، بعد المحاضره في نوم عشان الصبح مش يعني. فكان بيحب شغله جدا، كان كل حاجه مرتبه. عنده ال عايز اقول لك يعني مصر مثلا ومنتخب مصر، وانك تحفظ المنافس وانك تفوز بالمباراه دي حاجه جامده جدا. يعني اتعلمنا منه والله حاجات كتيره، وكمان كان انضباطي قوي قوي يعني، انضباط في الوقت والتعليمات كانت قويه. هو طبعا بما ان هو كمان رجل عسكري فكانت دي النقطه دي عنده شديده يعني. اكيد. الله يرحمه ويحسن له. الله يرحمه. يعني تجربه الاحتراف بقى، انك تسيب النادي الاهلي وطلعت تجربه الاحتراف، كان قرار سهل عليك ولا صعب، ولا كان قرار هو طبعا إيه كان هدفه كان؟ كان يعني انا خضت مع النادي الاهلي 10 مواسم تقريبا من 89 ل 99، وبعد كده كان عندي رغبه، عقدي انتهى مع النادي الاهلي، فكان عندي رغبه ان انا اجدد بقى طموحاتي واجدد يعني الدوافع بتاعتي. فبعد 98 جالي عقد في تركيا في نادي دينيزلي سبور، ده كان يعني احد انديه الوسط في الدوري التركي. فحبيت ان انا اخد التجربه ورحت يعني، عملت معاهم عقد لمده سنتين، وبعد كده جددت في نادي تاني اسمه ديار بكر سنه كمان، لعبت 3 مواسم هناك. فطبعا دي استفدت منها برضو، التجربه دي استفدت منها خبرات بقى مختلفه، سواء على المستوى الفني او المستوى الفكر بتاع الاحتراف.
المباراة تخلص من هنا انت خلاص بتلغيها بعد ما بتخلص على طول، سواء كسبتها او خسرتها بتفكر على طول في المباراة القادمة. من بعد ما المباراة تنتهي كنت اول مرة اشوفها بقى، احنا برضو كنا بنعيش شوية وبعدين يوم اتنين وتبدأ تركز، رغم ان احنا كنا في النادي الاهلي على طول كل مباراة بتبقى ايه هدف جديد، لان جمهورك هنا في النادي الاهلي لا يقبل الا الفوز يعني. اكيد. هناك كان بعد المباراة على طول يبدأ يشتغلوا على المباراة اللي ايه المباراة اللي بعدها على طول، سواء بقى المباراة بعدها دي عندك كاس عندك دوري برضو يعني. فصبح بعد دور التدريبات خلال الموسم احنا كنا برضو في النادي الاهلي او مصر عموما تمرينة. كانت في فترة التسعينات هي تمرينة واحدة في اليوم. لا هناك كنا بنتمرن صبح وبعد الظهر الا باستثناء يمكن يومين قبل المباراه. بعد غير كده واليوم اللي بعد المباراه مباشره واليوم بعد المباراه بس تدريبه واحده. فعايز اقول لك التزام من ناحيه بقى انك تصحى الصبح تدريب وفطار في النادي وبعدين عندك اجتماع او عندك محاضره وتتغدى وبعدين تريح شويه في النادي في الاستراحه بتاعه النادي وبعدين تتمرن تمرين بعد الظهر. يعني كنا العيشه مختلفه شويه عن ما كنا عايشين في مصر يعني. يعني أثرت فيك بشكل إيجابي؟ طبعا أثرت سواء على المستوى الفني الخبرات المادي لا يعني فرقت بشكل كبير جدا. كمان عايز أقول لك زي ما أنا قلت لك يمكن حكيت لك في موقف في بداية كلامي إن التدريب نوعية التدريب لما بتختلف بتطلع ممكن إمكانيات ممكن في اللاعب هو ذات نفسه مش عارفها. منها المثال اللي انا قلت لك عليه بتاع الفاولات المباشره دي اللي هي من بره ال 18. اكيد. يعني قبل ما نروح لتجربه التدريب تعال نشرك الناس معانا كده ونشوف الناس عايزه تسالك كام سؤال كده. ماشي طبعا. يلا يا جماعه. بنحبه وبنحب كل المتوشة بتاعته وبنرحب بيه وبنرحب بكل الضيوف، وهو يعني نجم من نجوم مصر وعلامة من علامات مصر. أهلا بك يا كابتن محمد، أنت نجم من أبناء النادي الأهلي، حتى لو خرجت بعيد عنه برضه فأنت يعني من نجوم النادي الأهلي. كابتن محمد يوسف من الكباتن الكبيرة في مصر ومن اللعيبة اللي ليها ما شاء الله يعني باع في الكرة المصرية. سلم عليه وقول له وحشتنا كابتن وأنت لعيب كبير من زمان. إذا كان الأهلي بقى فاز بثمان بطولات فهو حقق من وجهة نظري البطولة المستحيلة. البطولة المستحيلة في 2013 لو بصينا للنتائج في دور المجموعات كانت صعبة جدا. سواء كان مع أورلاندو كان في نفس المجموعة، كان لوبار كان موجود في نفس المجموعة، كانت النتائج كانت صعبة جدا. أنا بقول النتيجة دي البطولة دي هي البطولة أنا بسميها البطولة المستحيلة في 2013. بنرحب بيك يا كابتن محمد وحضرتك نجم من نجوم الأهلي وموفق إن شاء الله. البطولة المستحيلة كنت حاسسها كده فعلا؟ بطولة افريقيا؟ هي كان فيها صعوبات كبيرة احنا مش هنطول فيها، بس هنا هي البطولة المستحيلة كنت حاسسها مستحيلة؟ لا والله يعني انا ما فيش حاجة مستحيلة في كرة القدم يعني، خصوصا بتشتغلت مع النادي الاهلي يعني، بس هي كان فيها صعوبات كبيرة يعني. كان الدوري واقف وكنا بنلعب برضو الصبح مش يعني بنلعب فترة صيام، كان فيها ماتشات في رمضان في الجونة، وكمان كان مفيش مباريات دوري، فكنتش يعني كان إعدادك للمباراة بتاعت أفريقيا كان فيها صعوبة، كنا بنعمل مباراة ودية بس فقط لا غير يعني، فكان النشاط واقف يعني، كان فيها صعوبات كتيرة برضو. عايز أقول لك كمان إن كان في الوقت ده بركات اعتزل، حسام غالي راح احترف في بلجيكا، فبرضه كان العدد بتاعك نقص، عماد متعب كان مصاب، يمكن لحقنا في المباراه النهائي بس هنتكلم فيها بالتفصيل. يعني قبل بقى ما نروح للحياه التدريبيه احكي للمشاهدين حاجه. تعال لنا يا جمال بس عشان في حاجه مهمه لازم نبدا بيها التدريب. اول ما تبدا التدريب بدات في امبي بالظبط. كان الكابتن محمد يوسف يعني اللي انتم ما تعرفوش عن الكابتن يوسف ان هو دمه خفيف جدا يعني الشخصيه دي مش هي اللي في الملعب واللي بره، شويه بقى للجمهور. طب نرحب بهشام حنفي الاول.
طيب يلا ماشي. انت ضيوفك دي على فكره فرحب بيك. يا اتش ازيك؟ هلو حبيبي يا كابتن يوسف. ازيك يا هشام؟ وحشني والله. الله يخليك. انا بفرح بيك واتانس بيك بقى وتحليلك في مباراه الدوري. والله والله الحمد لله. يعني واحد انت عارف يعني بيتعلم من الناس كلها وعايز يبقى كويس وعايز يبقى مجتهد في كل حاجه. الحمد لله. لا ما شاء الله عليك، ربنا يحميك والتوفيق دائما والله يا هشام. الله يخليك حبيب قلبي يا نجم. حياتي لعبد الحميد حسن طبعا نجم الكبير. حبيبي يا ميدو كل سنه طيب. ربنا يخليك حبيبي. يعني طلوعك مره تانية وبشكل محترم وفي قناه بيتك. يعني ربنا يخليك يا رب. اطيب واحد بصراحه هو هشام. جميل جميل في المجال اللي شخصيه حبيب. جميله ونظيفه. ربنا يخليك يا كابتن يوسف. والله يعني بصراحه يعني ما فيش احسن منك. يعني الله يخليك يعني يا راجل المواقف الصعبه وفي كل المواقف موجود. الله يخليك. انا سعيد ان انا كنت معاك في جيلك لانك واحد من الناس المحترمه اللي يعني. لا ربنا يبارك لك يا هشام. وبشكل كبير واخلاق ونظام والتزام في حياتك ويعني بصراحه يعني ودمه خفيف كمان. كل بص يعني ده احنا عايزين نروح للجانب اللي الناس مش عارفاه. هشام بص هو هادي دلوقتي يا ميدو طبعا عشان راجل يعني والله لا متهيألي كبير. لكن هو في الاصل لا بيت حاجه ثانيه خالص. حاجه ثانيه بقى مع الاسره واولاده والجمال يعني بناته الجمال ما شاء الله وابنه حاجه محترمه مع المدام طبعا اكيد. لا يوسف دمه خفيف كل حاجه بس طبعا يعني علشان قاعد بقى معاك لازم يبقى فيه كده وقار رسمي شويه. لكن بره البيت بيبقى فيه يعني ايه اللي هو ايه يعني حوار وهزار وضحك يعني. يعني طمني عليك يا هشام واخبار الشغل بتاعك واخبار لجنه الكوره ايه؟ والله انا الحمد لله يعني الحمد لله يعني بجتهد زي ما قلت وفي نفس الوقت طبعا في دوري في اللجنه الفنيه مع كابتن علاء ميهوب الحمد لله لينا اختصاص واللي عجبني في الموضوع اكتر واللي زاد احتراما للجميع ان لما جه مجلس الاداره برئاسه الكابتن خطيب ابقى على الناس وابقى علينا بشكل محترم لان الحمد لله الواحد ادى فيها بشكل كويس جدا بقى لنا سنه ونص دلوقتي قدمنا لعيبه كتير جدا للفريق الاول. مش شرط ان النادي الاهلي ياخد اللعيبه ديت على فكره. انت بتقدم ده دورك انك بتقدم وبتختار وفي النهايه القرار بيبقى مش ليك بيبقى المدير الفني ورئيس مجلس الاداره او رئيس النادي طبعا كابتن محمود الخطيب ولجنه الكوره الحاليه اللي موجود فيها طبعا اكيد كابتن زيزو وكابتن علاء ابو صادق. لكن الحمد لله يعني انا دوري مع كابتن علاء ايوب ليا دور ومديني دور بشكل كويس جدا. الحمد لله يمكن في لعيبه كتير انا رشحتها يعني انا البدايه اتفرجت عليها لان احنا كان معانا دوري دي ام سي اللي هو الدوري الممتاز به تمام. فلما كنا انفردنا بيه انا كان اختصاصي ان انا ادور على اللعيبه الدرجه الثانيه اللي تصلح للفريق الاول. والحمد لله انت بتنقي من ثلاث مجاميع من 500 لاعب بتنقي احسن اللعيبه اللي تلعب في النادي الاهلي. خلي بالك مش اي حد يلعب في النادي الاهلي. بالظبط بالظبط بالظبط. كون انك تنقي ثمان لعيبه يلعبوا في النادي الاهلي وارجع اقول لكابتن علاء ميهوب اللي هو رئيس اللجنه ويتفرج عليهم مره واثنين وثلاثه عشان هو اللي ياخد القرار مع كابتن حسام بدري. خلي بالك الامور صعبه جدا ما كل واحد يرقصه رئيس او مدير. فانا كان دوري ان اتفرج. اتفرجت على ناس رشحتهم النادي الاهلي. في النهايه ممكن يبقى المفاوضات تعثرت ممكن يبقى النادي الاهلي ما كانش في احتياجهم دلوقتي. لكن اللعيبه دي لعيبه راحت لانديه كبيره. يعني انت عندك باك ليفت اسمه محمد صادق ده كان من احد الاختصاص اللي الواحد الحمد لله شايفه وتنبأ بيه ومواليد 97 النهارده في الاسماعيلي. الاسماعيلي ولاعيب كويس قوي. لعيب كويس قوي. هيبقى منتخب. بص هيبقى منتخب مصر اللي جاي بالظبط. يعني انا ده بيلعب باك ليفت بيلعب اوف ليفت بيلعب ديفندر كل حاجه. ممكن يلعب في 4 2 3 1 في 3 اللي فوق تحت راس حربه كمان. وبيلعب تحت راس حربه زي ما كابتن يوسف بيقول لك بالظبط. دي ادي واحد. رقم 2 محمد عنتر اللي كان عليه الخناقه كلها الناس كلها قالت لك لا ده ما ينفعش وما يصلحش النهارده راح ب 15 مليون اللي احنا كنا هنجيبه ب 3 مليون. اتعرض عليه 10 اتعرض في النادي الاهلي ان يبقى ب 10 مليون لكن في النهايه انت كان ممكن تخلصه ب 3 مليون. تمام. هو راح الزمالك النهارده ب 15 مليون جنيه كاش. يعني انت فاهم. فده واحد من اللعيبه اللي اتكلمنا عليها بشكل كبير. عندك كابتن علاء ميهوب جاب طبعا ازارو يعني بشكل كبير. اللعيبه السيرد الباكات بتاع طبعا عندنا اللي هو طبعا اكيد من كهربا اسماعيليه يعني كمان. يعني بص في عناصر يعني كتير في لعيبه كويسه تصلح تلعب في النادي الاهلي. النهارده النادي المصري واخد اربع لعيبه بيلعبوا في المصري من درجه ثانيه وانا برضه حاطين اساميهم. وفي لعيب كويس جدا كمان في الاسيوطي يعني كابتن هادي خشبه موجود ممكن تسالوه اسمه هشام رمضان اسمه هشام نيمار. بالظبط. لعيب كويس جدا مواليد 96 يعني لسه سنه صغير برضه مستقبل. لعيب يعني لعيب هايل فعلا. لعيب كويس جدا يعني طبعا الحمد لله الواحد يعني زي ما اقول لك بيجتهد وفي النهايه هم اللي بيختاروا
انت ما عليك انك بتشتغل فعلا وبتقدم لعيبه، وفي النهايه القرار مش ليك، تبقى راجع للمدير الفني طبعا والكابتن ياسر عندك اهو هو اللي بيبقى بيحتاج. يعني انا الفني بختار، انت بترشح لي، لكن في النهايه انا بختار وبجتهد انك تجيب اللعيبه ديت يعني. اكيد اكيد. يعني كابتن يوسف عايز، لا هشام، انا بس كنت عايز ااكد ان الدور اللي بيعمله هشام واللجنه الفنيه طبعا دور حيوي جدا، ودور اللي هو كان بتاع الكشاف بتاع زمان، بس بقى على شكل احسن كمان، ان هشام بعينيه لانه اشتغل في التدريب، فعنده الحس بتاع ازاي يشوف لاعب، بيشوف واجباته الدفاعيه، يشوف واجباته وبيتابعه كذا مباراه، ما بيروحش يتفرج عليه مباراه ويرجع يتكلم يقول يا جماعه ده في لعيب كذا او لعيب مثلا مميز او بل بيتابعه كذا مباراه. فدي طبعا انا بشكرك هشام، مجهود كبير جدا، وده كل ده بيخدم على النادي الاهلي وبيخدم على الفريق الاول اكيد. فدي حاجه طبعا يعني فعلا بشكرك وبتمناك التوفيق، لان مجهود كبير. يعني هتلاقي هشام، انا على ما اتصور طبعا انت بتسافر، اذا كان في مباراه خارج القاهره بيسافر وبيروح يتفرج عليها، صح يا هشام؟ مظبوط. يعني ده بالاضافه دي حقيقه برضه ساعات بنروح فيها، ولما بيطلب منك انك تروح تتفرج عليه وتتابعه وتكتب كل التقارير على اللاعب اللي انت محتاجه، يعني الحمد لله. يعني واحد زي اسلام محارب، اسلام محارب على فكره انا رايح لما جبته في النادي الاهلي ومواليد 92، لما انا جبته في الفرقه اللي انا ممسكتها بعديك كابتن يوسف فرقه الناشئين، انا رحت له، كان بيلعب في النادي البحيره وكفر الشيخ، رحت فعلا عشان اختار اللاعب دوت، فرحت اتفرجت عليه وجي النادي الاهلي، مشي ورجع تاني النهارده بيكسب النادي الاهلي. يعني واحد معاصر لعيب مؤثر جدا طبعا طبعا. يعني فالحمد لله، واحد زي ما كابتن يوسف بيقول هو مجهود، لكن كله في حب النادي الاهلي طبعا. كابتن يوسف انت عارف ان اي حد يتمنى ان بس يبقى جوه الجدران، يعني انت عارف كده كويس. يعني فيعني الحمد لله، الحمد لله على كل شيء. لا ربنا يوفقك يا شيخ، انت نجم كبير وتستاهل كل خير، وكنت لعيب موهوب وحاجه جميله جدا ومؤدب وملتزم، فاكيد هتجيب لعيبه كلهم يعني شكلك على الاقل. كابتن هشام، كابتن هشام حنفي نجم الاهلي، كل الشكر والتوفيق ليك ان شاء الله. برضه حاجه جميله قوي. طبعا، يعني هشام من الناس المجتهدين ومميزين جدا، و شوف يعني كفايه في المداخله قال لك كم لاعب من اللعيبه اللي هو كان استغربت بصراحه. بس الاهلي مليان برضو لعيبه، فهيبقى ما طبعا هو الاهلي صعب. بيختار من انت الاختيارات صعبه، لان انت بتختار من بس في كم الاحسن كده برضو كان شايف في كام لعيب كده قال عليهم او قال اساميهم. لا انت بص في الاهلي حاجه، انت وانت بتبقى متولي تدريب فريق الاول بيبقى عندك الاهم والمهم، فانت ممكن يكون لعيب كويس وكل حاجه، بس انت عندك كذا واحد في مركزه. النادي الاهلي مطلع حوالي 7 أو 8 لعيبه اعارات بره، لانه عنده فعلا كم كبير، ورغم ذلك يعني اللعيبه دي لما هترجع هيبقى لازم ليها مكان، هتشوف مكان، والقائمه اتخفضت بقت 25. اعتقد السنه الجايه هيبقى في تفريط في بعض الاوراق او اللعيبه المهمه. يعني اكيد عشان كده هم بداوا يجيبوا لعيبه صغيره في السن، بحيث ان هم يدخلوهم ما يبقوش محسوبين في القائمه. ممكن ده اتجاه مظبوط. نكلم الناس بقى على التدريب. يلا اقول ولا بلاش؟ اللي هي الموقف بتاع تورتايا. بتاع ايه؟ تورتايا، بتاع التورتايا. عادي، متهيألي عادي. يعني الكابتن محمد يوسف يا جماعه لما جالنا انبي طبعا نورنا وشرفنا وزادنا خبره، كلنا كنا بنتعلم منه فعلا، يعني دي حقيقه. بس هو كابتن محمد يوسف كان يعني الكابتن طه بصري والكابتن يحيى اسماعيل الله يرحمهم ويحسن اليهم. هو كابتن يحيى الله يرحمه، مش كابتن طه. كابتن طه ما كانش بيعمل بدني، بس برضه الكابتن طه كان بيقول له اوكي، يعني كان بي لا لا خلاص يا يحيى. كابتن طه كان بيسيب الكابتن يحيى البدني، فالكابتن يحيى كان بيدوس جامد في البدني، الله سياسته في البدني. يا جماعه لو انا قلت له يا كابتن انت عايز ايه، يعني انت ايه هدفك؟ قال لي هدفي ان انا اقتل العضله بحيث ان انا ما تحسش باي تعب. وكان بيعمل فينا كده، احنا كنا في انبي بنقعد نجري وممكن نلعب 3 ماتشات. كابتن محمد يوسف كان معانا بقى وشاف ممكن نلعب 3 ماتشات من غير ما نحس. فالكابتن محمد يوسف راح قال له في يوم، يا كابتن يحيى هي التورتايه احنا ممكن ناكلها على كذا مره، يعني مش لازم ناكلها مره واحده، بطننا توجعنا. فالكابتن يحيى ضحك طبعا الله يرحمه وقال له لا، هي التورتايه عندي تتاكل مره واحده. فجت بقى مرت الايام ويوسف راحت الجهاز الفني مع الكابتن طه، فانا لقيت نفس التمرين، فهو قاعد معايا مره، فقلت له ما هو اللي بيحط البدني. فقلت له ايه يا يوسف التورتايه ايه؟ قال لي لا اسكت، مش التورتايه طلعت بتتاكل على مره واحده. اصل انا ايه، لما جيت دخلت اول بقى انا داخل لسه مساعد، فانت عارف كنت انا عارف بقى ايه اللي بيضايق اللعيبه لما كنت معاكم، فاقول لك كابتن مثلا ممكن طيب يعني شويه الجري ده، بعد كده نحط شويه كوره
نعمل كوره وبعدين نرجع نجريهم تاني. انا قصدي اللي هو لا مفيش. وبعدين انت لسه داخل جديد بقى اول سنه ومساعد مدرب وكده، فهعمل ايه؟ لا بس ما تقنعناش بقى ان التورته بتتاكل مره واحده يا كابتن. لا هي ما بتتاكلش طبعا. انت اقنعتنا، انت قلت لنا لا خلاص هي طلعت بتتاكل مره واحده. وانا لازم اقوله كده لان اصطدمت بالواقع. لا وخلي بالك هقول لك على حاجه، التدريب مدارس. خلي بالك التدريب مدارس. الكابتن يحيى احنا اشتغلنا معاه وكان بيخلينا واقفين على رجلينا بشكل كويس جدا، احنا كنا في المباريات بنجري يعني. انت بس ممكن مثلا طريقه التدريب مثلا بتاع الكابتن يحيى الله يرحمه كان شغل بدني صرف يعني جري زي الاطوال. فاكر انت الاطوال كنا بنعملها 10 في 50 و10 في 100 نطلع من النادي نجري. كنت بروح جري. في دلوقتي مثلا الدنيا اتغيرت او اياميها برده كان في لا في كوره ممكن تعمل مثلا سمول جيمز، تعمل فيتنس بالكوره وشغل بالكوره. وبرده في جري بدون كوره يعني الجري بكوره والجري بدون كوره. بس عشان اللعيب ما يزهقش دايما، احنا كلاعيبه عموما حتى دلوقتي اللعيبه بتزهق من الجري بدون كوره. روحوا اللعيب فانت ممكن تموت اللعيب وهو بالكوره مش هيحس غير لما احنا قومنا. احنا قومنا. وبعدين احنا كنا برضو ايه، كان امبي لسه طالع سنه اولى دوري ممتاز. ف يعني بص هو كده هتشرب وهتاكل كده وهو كده. تعال نشوف تقرير لحضرتك وحضرتك مدرب ونرجع لحضرتك على طول. محمد يوسف بياخد اهدى هجمات القنبرة الحمراء وبيشوط ولا كما كان نجما رائعا وهو لاعب، كان الوضع نفسه للنجم المتألق محمد يوسف على صعيد التدريب. هو أصغر مدرب مصري يتوج ببطولة دوري أبطال إفريقيا مع النادي الأهلي. كان بدايته مع التدريب عن طريق نادي إنبي منذ عام 2004-2005 عندما عمل مساعدا للراحل طه بصري المدير الفني في ذلك الوقت، ثم انتقل إلى قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، خاصة أنه يرتبط بعلاقة وطيدة مع كل بقعة داخل جدران القلعة الحمراء. تولى تدريب فريق 91 خلال الفترة من 2007 وحتى 2009. نجح في التتويج مع الفريق ببطولة الجمهورية خلال تلك الفترة، ما جعل الكابتن حسام البدري يطلب ضمه للجهاز الفني المعاون له لقيادة الفريق الأول عام 2009. استمر مع الجهاز الفني عقب رحيل البدري مع الكابتن عبد العزيز عبد الشافي، ثم قضى مع مانويل جوزيه موسما ونصف، الى ان عاد حسام البدري مره اخرى للفريق. كان متواجدا حينها محمد يوسف حيث كان احد الاعمده الاساسيه في الجهاز الفني. بعد رحيل البدري جاءت الفرصه التي انتظرها محمد يوسف منذ اعتزاله كره القدم، وبالفعل قرر مجلس إدارة النادي الأهلي في ذلك الوقت برئاسة حسن حمدي والكابتن محمود الخطيب بمنحه الفرصة عام 2013. تولى المهمة في ظل ترقب من جانب وسائل الإعلام لما سيحققه محمد يوسف، وبالرغم من الظروف الصعبة التي كانت تعانيها الكرة المصرية في تلك الفترة، حقق محمد يوسف الإنجاز بالتتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، ثم توج ببطولة السوبر الإفريقي على حساب الصفاقس التونسي، ليقود المارد الأحمر إلى اللقب الأكثر تتويجا بالبطولات القارية، متفوقا على ريال مدريد وبرشلونة بطلي أسبانيا. ثم قاد الأهلي للصعود إلى بطولة الكونفدرالية على حساب الدفاع الجديد، وهي البطولة التي توج فيها الأهلي تحت قيادة الإسباني جاريدو. ثم رحل محمد يوسف إلى الدوري العراقي لقيادة فريق الشرطة موسم 2014-2015. نجح في التأهل بالفريق إلى الدور قبل النهائي لبطولة آسيا، ثم عاد مرة أخرى لمصر عن طريق بوابة سموحة قبل أن ينتقل من جديد إلى الدوري العراقي لتدريب فريق الشرطة. وبعد فترة قصيرة عاد محمد يوسف إلى القاهرة لقيادة فريق بتروجيت مع بداية الموسم الحالي. تاريخ تدريبي عريق يجعلنا دوما نفتخر به، هو حقا حدوتة من حواديت القلعة الحمراء على مدار التاريخ. هو أيضا لم ينسى أن يقدم الشكر والعرفان لمجلس إدارة الكابتن حسن حمدي
لمنحه فرصة خوض تجربة التدريب من الباب الكبير عبر بوابة القلعة الحمراء. محمد يوسف بياخد اهدى هجمات تقدر الحمراء وبيشوط ولا اهلا بحضراتكم من جديد. يعني تعال نتكلم بصراحه بقى شويه. كنت مدرب ثالث، بقيت مدرب ثاني، بقيت مدير فني. طبيعه العلاقه بينك وبين اللعيبه وانت مدرب ثالث تختلف عن وانت مدرب عام وانت مدير فني. مظبوط صح. كل بوزيشن ليه صلاحيات وليه دور معين. انا وانا يوسف مدرب ثالث انا بقى صاحبه وبهزر معاه، ويوسف شخصيه غير شخصيه المدير الفني. مظبوط. طيب لما المدرب يبقى مدير فني واللعيب متعود خلاص المدير الفني بتاعي دلوقتي انا لازم التزم ولازم ابقى شخصيه انا اتعامل معاه بشكل تاني، اللعيب المصري ما عندوش الثقافه دي. خلينا نتكلم بصراحه شويه، خصوصا كمان انا بتعامل مع نجوم برضو، فانت ازاي قدرت تفرض شخصيتك كمدير فني على هؤلاء النجوم؟ اللي نجحني في دي واللي خلاني يعني ان انا ما تبقاش صعب عليا، ان انا علاقتي وانا كنت مساعد مدرب ومدرب عام كانت علاقتي محترمه جدا وقويه جدا مع اللعيبه. تمام. وكان بيحكمها او يعني كلها صدق. الصدق مهم جدا، لان يعني انت اي علاقه لما يكون فيها صدق ما بين حتى صحوبيه او علاقه شغل او كده، لما بتكون صادق مع الشخصيه اللي انت بتتعامل معاها دي بتاثر حاجات كتيره جدا وبتاثر الطريق ما بينك وبين الشخصيه اللي قصادك. لما انا كنت بتعامل وانا مساعد مدرب مع الكابتن حسام اول مره، ف كنت قريب من اللعيبه، كنت بتعرف بقى اللعيبه طبعا عندك في لعيبه مثلا اللي هي بتبقى متضايقه ما بتلعبش، ده طبيعي جدا في كل فرقه. ازاي الجهاز المعاون ده يحتويها، ازاي يعني يلم المشاكل دي ما توصلش للمدير الفني. فالحاجات دي كلها كان الواحد الحمد لله يعني كنت بقوم بيها بعملها، بس بعملها بصدق. يعني لعيب مثلا مش في حالته، بدل ما اقول له لا معلش انت ان شاء الله هتاخد فرصه، لا اقول له الحقيقه، اقول له لا انت فعلا مش في حالتك، انت محتاج تدريب. حلو. طب نعمل التدريب السؤال ده، بس انت نعمل التدريب ده او اشتغل على نفسك مثلا في الحته دي، وبعد كده شوف اذا كنت هتلعب او مش هتلعب. يعني ما كنتش عارف انت اخد جانب اللاعب على طول، ما ينفعش. اذا في لعيب ممكن يكون في مكان واحد مميز جدا خلاص، فطبعا هيبقى فرص لعبه قليله او بالزبط. عدد الدقايق اللي بيلعبها اقل بالزبط. لكن في واحد اساسا بيبقى عايز يلعب وهو تدريبه مش كويس، مش جاهز، راجع من اصابه ولسه ما جهزش وعنده وزن زايد وهكذا. فكانت علاقه بتحكمها الصدق، وهي دي اللي نجحتني لما مسكت الفريق رقم واحد كمدير. لان لو انا كنت اولا هي ما كانتش مترتب لها خالص، خلي بالك ده هي ظروف. انت بتحرق الاسئله والله. اقول لك كنت متوقع تبقى مدير فني والله لا طبعا عمري ما اتوقع ولا حد. خلي بالك تجربة حتى بتاع الكابتن حسام هي اساسا كان لو انت رجعت للسيناريو كان فنجادة هو جاي مدير فني بالظبط، فنجادة اعتذر فلجنه الكوره ومجلس اداره في الوقت ده كان الكابتن حسن حمدي وكابتن خطيب وكابتن طارق سليم، خدوا قرار بان الكابتن حسام بدري يتولى المهمه. فالكابتن حسام شكل عمل جهاز وكان الكابتن علاء مهوب مدرب عام ضمني بقى من قطاع الناشئين يعني ودي حاجه طبعا انا اللي ممكن انساها لي يعني. وكان الكابتن هادي خشبه مدير كوره. تمام. في الوقت ده الكابتن حسام بعد كده بقى لما عشرته وقعدنا نتكلم مع بعض وكده ما كانش حد يعني خطه مدرب بيمسك مدرب مصري خصوصا النادي الاهلي كمان. فانا برضو كذلك وانا طالع امسك مساعد انا مساعد يعني انا ماسك مساعد مش في تخطيطي خالص ان بعد اربع سنين ابقى رقم واحد انا اللي باخد القرار وانا مسؤول عن فريق النادي الاهلي بس هي دي مسؤوليه اتعودنا عليها في النادي الاهلي وساعتها كان الظروف اللي حصلت كابتن حسام سافر وبعد كده انا توليت كنت من مدرب عام معاه فتوليت التدريب عارف هي كلها ما كانش متخطط لها بس طبعا لما النادي الاهلي بيطلب منك مسؤوليه معينه احنا الحمد لله يعني اتربينا في النادي الاهلي على تحمل المسؤوليه واتدربنا على تحمل
الضغوط بالنسبه لي كفريق زي النادي الاهلي. وايضا كمان عايز اقول ان مهم جدا وانت ماسك النادي الاهلي ان عندك فريم كده لازم تشتغل من خلاله، وهو مبادئ واسس النادي الاهلي وتقاليد النادي الاهلي أكيد. والقرارات اللي انت بتاخدها أكيد. بتبقى نابعه من يعني أكيد. فريم بيبقى او ده أو ده قانون قانون ثابت ما ينفعش حتى فالولاد النادي الاهلي بيبقوا حافظينه فما بيلاقوش مشكله فيه. انت بتقول ايه؟ بتقول ان انت هل واجهت مشكله مع لعيبه لما بقيت رقم واحد؟ ما انا لما بقيت رقم واحد لعيبه انا علاقتي بيها قويه، بس هم عارفين كويس ان 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 في اطار اهم مننا يعني اهم من المدرب واهم من اللاعب واهم من الفريق النادي الاهلي. فالنادي الاهلي ده بيخدم على ايه؟ او الفريق ده بيخدم على النادي الاهلي. مصلحه الفريق هي مصلحه النادي الاهلي، مصلحه محمد يوسف هي مصلحه النادي الاهلي، مصلحه اللاعب هي مصلحه النادي الاهلي. لا هو اللي طلعت بيه اللي طلعت بيه والحاجه اللي ساعدتك قوي قوي ان انت بتتكلم مع اللعيبه بشفافيه. يعني ما ينفعش انا اقول لك يا كابتن يوسف انا ما بلعبش تقول لي لا اصل انت مظلوم مش عارف ايه، وبعد كده لما تطلع مدير فني هلاقيني برضو قاعد. ما ينفعش غير لما تقول لي لا يا ميدو انت مقصر في كذا وكذا واللي بيلعب مكانك احسن والكلام ده. مظبوط مظبوط، ودي نقطه كانت يعني مريحاني جدا. ورقم اتنين كمان ان 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 زي ما انا قلت لك اذا في حب وفي صدق بتساعدك كتير في ان انت تشتغل وتحقق اهدافك يعني. تمام، قبل ما نروح لنقطه ان انت بقيت مدير فني نادي الاهلي، عايز اسالك سؤال. انت قلت لي ان الظروف والعوامل بتخدم المدرب، بلاش بتخدم المدرب، الظروف والعوامل في نادي الاهلي غير اي مكان تاني. طب خلينا نشوف العكس بقى، هل المدرب النادي الاهلي بالبطولات اللي بياخدها معاه وكل اسباب النجاح اللي بتتحقق له، هل هي مقياس لنجاحه كمدرب؟ جزء من المقياس بتاعه كنجاحه كمدرب. بص، كل المدربين اللي بينجحوا في بعضهم، خلينا نتكلم بامانه يعني، في بعضهم بينجح في منظومه ناجحه فبيقدر ينجح معاها، وبعضهم لما بيروح مكان تاني ما بيقدرش يوفق يعني. ده اللي بتكلم فيه. ما بيقدرش يوفق. وفي مدربين بينجحوا في الاماكن بره مثلا منظومه زي النادي الاهلي مثلا، فتلاقيه ناجح، لما تيجي تحطه بقى في النادي الاهلي ما يقدرش يحقق نفس النجاحات. تمام مظبوط. تمام. فهي كل تجربه بيبقى ليها ظروفها، ليها عواملها، ليها المعطيات بتاعتها، سبل النجاح بتاعتها هل متوفره او مش متوفره. ونجاحك مش لازم، ما خلي بالك احنا برضو بنبص للنجاح على ان هو يعني بس تحقيق بطوله، ما هو حسب، انت ممكن ماسك نادي نجاحك ان هو يبقى، نجاحك ان هو مثلا يبقى في السبعه الاوائل في الدوري، ده كده نجاح، لان هو طول عمره مثلا النادي ده بيطلع ال 13 بيطلع ال 14 فلما تاخده تروح بيه السابع يبقى ده نجاح. فاهم قصدي ازاي؟ نادي مثلا عمره ما تاهل مثلا لنهائي الكاس فانت اتاهلت بيه لنهائي الكاس فيعتبر يبقى ليك بصمه. يبقى في بصمه مظبوط كده. وفي نادي ممكن انت ما تحققش معاه، مجرد بس انك انك تبقى في طابع للاداء بتاعه يبقى خلاص، يتقال مثلا فريق الفلان الفلاني ده بيلعب بطريقه معينه، ده كده نجاح ليك ان انت قدرت تميز هذا الفريق بطابع معين في الاداء يعني. فالنقطه دي انا شايفها يعني حسب المكان، انت ايه المكان اللي بتشتغل فيه بس انا شايف حاجه من وجهه نظري ان المدرب عليه انه يشتغل يعني. يعني في بعض المدربين يقول لك ايه مثلا، لا انا ما امسكش، انا ماسك مثلا النادي الاهلي فلما اجي انتقلت من النادي الاهلي ما امسكش اي نادي ممكن مش هحقق فيه نتائج اتحرق. طب ما ماشي، بس انت مطالب ان انت تشتغل. فاهم قصدي ازاي؟ فممكن تشتغل فيه كذا مكان وكل مكان بالهدف بتاعه يعني. بس يعني انا كنت هقول لك برضه في نفس السياق، هل في مدربين بيختار الانديه اللي هي الانديه البطوله، انديه البطولات ليه؟ مفيش مدرب بيقدر يختار يا ميدو انديه البطولات. في مدرب ممكن يقعد يقول لك انا يا اما امسك مثلا الاهلي، يا اما مش عارف ايه، يا اما امسك فرقه كبيره. في مدرب بيخاف يمسك فرقه صغيره. لا يعني الناس شافت الناس شافت مثلا على سبيل المثال سي من المدربين ماسك فرقه كبيره الاسماعيلي مثلا او الاتحاد، فرقه يعني ممكن يعمل معاه نتيجه، غير لما يقول له تعالى امسك اسوان، تعالى امسك مش عارف مين، تعالى امسك مش عارف مين.
اللي بيقدم على التجربه دي المدربين الشباب، هل هم بيظلموا نفسهم بيدخلوا في تحدي هم مش قدوا؟ لا انا شايف مفيش ظلم ولا حاجه، بالعكس المدرب الشاطر هو المدرب اللي يشتغل حلو، المدرب يشتغل وكل تجربه بحساباتها وكل، وخصوصا المدربين الشباب اللي يعني احنا بنتكلم على الشباب، خلي بالك في مصر يعني بتتكلم على اقل من 50 سنه. احنا هنا الشباب كده اللي الشباب بعد الخمسين هنا يعني خلي بالك اللي هو في التدريب عموما عندنا في مصر في صعوبه شويه في 42 و43. كابتن اسامه عربي جه كان معايا هنا مره قبل ما يمسك طنطا وقبل ما يمسك التعدين، قال يا جماعه والله انا ما شاب يا جماعه، ده انا معدي بدات بعد بدات في 60 يا جماعه انا ما بقتش شاب. كابتن اسامه 60 يعني او 61 بالظبط يعني. عموما انا عايز اقول حاجه، انا مش عايز اخش في شباب وكبار وصغيرين. ليه؟ لا انا هقول لك ليه، لان في النهايه اي نادي بيشوف مصلحته بالنسبه للمدرب، مدرب شاب بقى مدرب كبير مدرب متوسط، كل مدرب اضرب بخبراته اضرب بموقفه ايه. بس انا وجهه نظري شايف ان انت عليك انك تشتغل، ما تضيعش عدد ساعات بدون عمل بدون شغل. طالما بتدرس التجربه وبتدرس ايه العوامل اللي فيها، ايه الهدف منها، اداره مثلا جايه بتقول لك انا عايز اخد الدوري ومش جايبين لعيبه وتعالى امسك، هتقول لهم لا طبعا مش همسك كده، لكن انا مثلا عارف انا مش جايب لعيبه مش جايب لعيبه بس عايز ابقى بس في الدوري. انت هدفك تبقى في الدوري بس مش جاي، خلاص يبقى كده، يبقى دي طلب متواكب وماشي مع الايه الطلب يعني المعايير الموجوده والسبل الموجوده يعني. تمام طيب ادخل لك في حته، انا عارف انت ذكي، انا عمال اخد منك حاجات كده يعني، باخد حتت وطبعا بتوديني في حتت انا عارفك يعني. السنتين اللي لعبناهم مع بعض في ام بي انت من انضف الشخصيات اللي انا قابلتها بجد يعني. الله يخليك بعيد عن اي حاجه، انت كمان جميله وشخصيه صريحه وشخصيه ربنا جميله ربنا يخليك. يعني لو قيمت اللعيبه في العالم كله هتعملهم كام فئه؟ كام فئه؟ لا فئات كتيره قوي بجد في العالم كله. في العالم كله يعني جبت اللعيبه دي كلها وقلت مثلا اللعيبه مثلا نقول 100% هيبقوا كام فئه يعني؟ 100% دي نحط مثلا ميسي وكريستيانو مثلا في حته لوحدهم خالص، ونبدا نقول مثلا كام. انا عارف كتير السؤال. كتير سؤال صعب بس يعني انا فاهمه فاهم انت عايز يعني. وصلاح معاهم عشان الاعداد، انا اسف انا صلاح طبعا ربنا يحميه يعني، الواحد فخور بيه بصراحه ان هو حاجه جميله يعني حاجة جميلة بصراحه رفع اسم مصر وكل يوم الولد ده ابن حلال وفعلا شخصيه محترفه بشكل كبير جدا. بس عايز اقول ان نتمنى له ربنا يكرمه كده ويعمل انتقال حلو كمان ان شاء الله النادي اكبر من ليفربول كمان يا رب. لا هو تقسيم اللعيبه، بص في لعيبه زي كريستيانو كده وميسي دول حاجه يعني فوق الوصف. بس طبعا في بقى في لعيبه تانية اللي هي المستوى الاقل شويه اللي احنا بنشوفها يعني بنشوف في الدوريات مثلا مميزين تمام منهم صلاح منهم لعيبه بقى كتير انا مش عايز اذكر اسامي يعني برضو فئه قليله برضو مميزين تمام. طبعا بس طبعا كده. مش مستوى الابداع يعني كريستيانو لا وميسي دول بعيد خالص دول بعيد خالص بعد كده لعيبه مميزه بعد كده لعيبه عاديه. خلي بالك ما هو اللعيبه كتيره وفي لعيبه درجه ثالثه ودرجه رابعه، ما كل دول لعيبه بيلعبوا كوره برضو فاهم قصدي؟ يعني انا كنت فاكر مقوله لمدرب كان يقول لك في مهاجم ب 100 مليون يورو وفي مهاجم ب 10 طب تعالى عشان نقصر الطرق معاك، انت كمحمد يوسف لو كنت مثلا رحت ريال مدريد كنت ممكن تلعب فيها؟ ده سؤال خيالي شويه. لا عادي انت ما يعني لو كنت رحت ريال مدريد وتعاملت مع المنتاليتي العقليات اللي هي الاحترافيه مع المدربين المحترفين مع الجو تلعب يعني ما اقدرش اقول كنت ممكن العب يعني كنت ممكن لو طلعت صغير ممكن لو طلعت صغير وانا عندي مثلا 14 سنه. بص يا ميدو ايامينا برضو كان صعب ان انت تسافر. انا جالي عرض في المانيا وانا كان عندي 23 سنه ما رضيتش اروحه. كان لا انا عايز العب في النادي الاهلي انا بلعب. بص الشخصيه بتختلف دلوقتي السياسه
اللعيب بيبقى عنده 18 سنه وعايز يسافر. انت جبت لي عقد احتراف وانا عندي كام سنه وخفت. كنت ما شاء الله كبير. 31 سنه. 31. لا انا كنت عايز اقول لك على حاجه. السياسه اختلفت، بس ممكن لو لاعبتنا او انا مثلا او اي حد يعني كان يطلع صغير عنده مثلا 11 سنه 12 سنه 13 سنه معه. طبعا بتتاسس بقى وبتاخد شغل من التاسيس من الاول. هتطلع زي اللعيبه دي ايه؟ حلو. يعني حلو. احنا الحمد لله عندنا موهبه حلو. ايوه يعني هي دي اللي انا عايز اخدها منك. موهوبين عندنا. يعني عندنا موهبه في. طب مصر. المدرب دوره كان في نجاح الكوره؟ لا دوره كبير طبعا. المدرب دوره كبير. كان في المية يعني لا تتعدى 50-60% في نجاح اللاعب. في نجاح المنظومه يعني الدوري المصري مثلا. نجاح المنظومه لا. نجاح المنظومه بتدخل فيها ادارات وبتدخل فيها اتحادات. لا 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 بعيد عن الادارات، انا بتكلم في كوره بس. المنظومه اصلها المنظومه. لا لا اسف، جوه الملعب. الملعب ما هو الاداره داخله جوه الملعب. ماشي ماشي. لا يعني خلاص الاداره موفره لك الاداره كل حاجة والدنيا جميله. الاداره تدخل جوه الملعب بتوفير لعيبه، بسداد مستحقاتهم، بتوفير مناخ كويس. يعني انت فكرك الاداره ده، الاداره دي اساس نجاح. بالظبط. انت عارف كده، انا قلت الاداره وفرت لك كل حاجه. وحضرتك مدرب دلوقتي وفرت مناخ. ممكن توفر، انا جبت لك لعيبه وجبت لك، بس مش موفر لك مناخ مناسب. فاهم قصدي ازاي؟ مفيش استقرار. مفيش تلبيه او 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 مثلا استجابه للطلبات يعني. فاهم قصدي؟ مش مهم ان انا اجيب لك لعيبه، بس مهم اجيب لك لعيبه اوفر لك مناخ مناسب، احاول اسدد او مستحقات اللعيبه دي لازم تتسدد. يعني في حاجات كتيره، بس انا عايز اقول ان مثلث مهم جدا دايما بقوله: اداره مدرب اداره وجهاز فني ولاعبين. التلاته دول وفي وسطهم طبعا جواهم الجمهور. لو نادي جماهيري. الاربع عوامل دول هم دول اللي بيخلوا الفريق يوصل للبطولات يعني. زي اكيد هو. اكيد الوقت مش عارف، الوقت يجري معاك. ده انا عندي اسئله كتير جدا بس عمال تهرب انت مني. لا لا. لما تقعد مع نفسك كده بقى يعني، قاعد وعمال تقول يعني بعدك يا رب في ناس ليها فضل عليا قوي، تفتكر مين؟ والله طبعا كتير يعني. بره الكوره والدتي ربنا يديها الصحة، زوجتي طبعا يعني ليها برضو مجهود كبير قوي معايا، عشرة كبيرة وفعلا قايمة بدور كبير جدا، تربية الولاد ومراعاة البيت والحاجات دي كلها، خصوصا ان احنا شغلنا معظمه سفر وبسافر اوقات. يعني سنتين بتوع العراق دول قعدت سنتين بره تقريبا بعيد عن البيت، بالاضافة حتى واحنا هنا برضو بسافر ومعسكرات وكده. ما قلتلكش مره لا بلاش سفر العراق يعني، الدنيا برضو قلق شويه يعني. بلاش تسافر وتسيبنا، خليك بقى كفايه، الكلام ده كله ما حصلش. والله يعني هي يعني عارف، عشان برضو شغلي وعشان عارفه ان ده الكارير بتاعي، فبرضو ايه بتحاول انها حتى لو هي من جواها نفسها ان انا اقعد ما اسافرش، بس ما بتحبش تقولي كده يعني. بس دايما بتفضل مصلحه الشغل او الكارير، وهي بتزيد بقى من تحملها، لان برضو لما بكون انا موجود ببقى شايل معاها شويه غير لما بتبقى هي لوحدها يعني. ده بره الكوره يعني، اذا كان والدتي او زوجتي بديل يعني ليهم فضل كبير بعد طبعا ربنا سبحانه وتعالى. هو انت بتسافر وهي بتودي الولد التمرين وبترجع بالولد؟ هي بتقوم بكل حاجه. لا يعني ربنا يديها الصحه، بتقوم بكل حاجه يعني. كلها الو بقى. ها؟ كلها الو. الو؟ الو؟ هي صح؟ لا يا راجل. كلها الو. 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 ازيك عامل ايه؟ الحمد لله تمام. انت لسه صاحيه؟ بتنام بدري اصلا؟ خلي بالك. لا انا اكيد قاعده اتفرج عليك. قاعده تتفرجي؟ بتفرج. طب ايه رايك في الحلقه؟ منورانا الاول طبعا في قناه الاهلي ومنوره الدنيا كلها، ومعاك يعني حد كلنا بنفتخر بيه، كابتن حمد يوسف. شخصيه جميله جدا وكان لاعب موهوب جدا وحاجه جميله يعني، ربنا يبارك لك فيه. هو طبعا انا سمعتك الكلام والله ما يعرف ان انت معانا على التليفون. ايوه. لا وانا سامعه. يعني قول لنا برضه لما كابتن محمد يوسف بيسافر وبيسيب لك المسؤوليه، بتتعاملي معاها ازاي في ظل ان انت يعني، انا تحديدا كمان مراتي كانت بتعاني وانا لعيب كوره، خصوصا كمان وانا بسافر، فالموضوع بيبقى صعب عليكم. يعني نتكلم بصراحه شويه. لا ده حقيقي طبعا، لان طبعا عبء الولاد وطبعا كل والبيت
بتبقى كل حاجه شايلاها. على فكره برضو انا ليا صديقات كتيره برضو من زمايل محمد في الكوره كلنا بنعاني من نفس النقطه، حتى ما هم كانوا لعيبه برضو المعسكرات فترات طويله زي ما محمد ذكر كده الله يرحمه كابتن جوهري، قلت ان عيد ميلاده النهارده فبنفتكره طبعا، فكان طبعا معسكرات بياخدهم معسكرات طويله قوي. فالواحد خلاص خدت على كده تعودت. بس طبعا الحاجات اللي بتفرق بقى قوي ان انا ده بحسه بيفرق مع الولاد اكتر. اكيد يعني بيحرم الولاد من لقطات كده يعني يعني بتبقى سايبه اثر في نفسيتهم. يعني هو عارف نادين نادين يعني انت نادين مش ناسيه لي اللي ما حضرتش الجراديشن بتاعها في ال كان عندي مباراه مع النادي الاهلي، فبتقول لي ايه بقى براءة يعني، بتقول لي طب ما انت يعني جراديشن بتاعي انا هي دي مره في السنه، قلت لها طب ماشي المباراه بقى مين بحصل ف انت ممكن هي فاهمه بقى المباراه دي هنلعب مثلا، بس يعني تفهم، بس هي لسه يعني شايلها برضه. لا لا يعني هو ده اللي انا بقصده، انه يبقى في حاجات بتبقى هم يعني شايلينها في نفسهم، كان يبقى ليه ذكرى حلوه ان هي هو يحضر لها حاجه زي كده، لان دي حاجه مره في العمر بتحصل. فطبعا بس هم طبعا مقدرين ده وقد ايه هم بيبقوا فخورين بيه. انا عايزه اقول لك الحته دي فيه جدا، هو ما شاء الله يعني شغله نمره واحد واثنين وثلاثه. اكيد يعني هو شخصيا ناجحه كده يعني، عذريه فعلا شخصيه ناجحه. انا عارفه ومقدرين وهم حابين فيه كده، لان انا بشوف هو ده بيبقى رول موديل ليهم. إيه ان هو ازاي بيبقى بيفقد عمله وبيتفانى في عمله، وازاي هو يعني حتى الكبار يعني انا عندي بنتين كبار وعندي ادم دلوقتي 8 سنين. بس الكبار شافوا ده قوي، فهم خدوا شربوا ده من ان هي لما تعمل حاجه ازاي تعملها باتقان، وازاي تبقى ريسبونسبل في الحاجه بتاعتها. تمام. وتعملها على اكمل وجه لان شافوه هو كده. فدي هم حاجه على قد ما طبعا زي ما بقول لك بتبقى سايبه اثر في نفسيتهم، بس قد ايه هم بيبقوا فخورين بيه. اكيد. وحاسين قد ايه ان بقيمه العمل اللي هو بيعمله. لان هو في وقت من الاوقات يعني هم شافوه في كل مراحل بقى. يعني هو لاعب، الكبار بالذات طبعا الصغير لسه ما شافوه هو لاعب. دومي. حتى كان لسه دومي كان لسه بيتفرج على لقطات الماتشات اللي كنتوا جايبينها. يعني كان مبهور. هو دومي طالع مستنسخ في الكوره، انا شفته يعني. بص هم ما شاء الله عليه. انا بشوف في حاجات يعني ما شاء الله، الاوفرات اللي بيرفعها نفس الاوفرات اللي كان محمد. انا طبعا مش كرويه على فكره خالص يعني، انا بس بتفرج على المباريات اللي ليها علاقه بمحمد. لا والاصرار بتاعه ده انا بشوفه، رحت شفته كذا مره لما واحد بيعدي منه بيقعد يعيط. لا دلوقتي بيدخل. ربنا يخليه لك يا رب. يعني انا مش هقول لك بقى هو بيحب الاسئله المعتاده دي، بيحب ياكل انا ايه وبيشرب ايه والكلام ده كله. انا عايز بس اقول لك المواقف اللي مثلا خسران ماتش لا قدر الله، يعني جاله مثلا ان هو خلاص مش هيكمل في نادي، بتقابليه ازاي او انت بتهوني عليه الموقف ازاي؟ انت بتتكلم كلاعب ولا لا كمدرب؟ كمدرب. لا بص محمد عنده، انا بشوف يعني انا بشوف كده، هو عنده نضج فكري، هو بيفصل. انا عارف يعني بيفكر دايما حتى قبل ما بياخد قرار ان هو يعني يقبل عرض من العروض اللي موجوده، بيدرسها قوي يعني. بيفكر كويس ويدرسها كويس، سواء يعني انا بتكلم سواء يعني نجحت التجربه او ما نجحتش او حتى ما كبلتش. في تجارب هو ما خدش فرصته كامله عشان نقدر نقول ان فشلت او نجحت. بالظبط. بس يعني من خلال في النادي الاهلي هو الحمد لله كانت تجربه ناجحه جدا. لما راح العراق برضه كان مع اتحاد الشرطه كانت تجربه ناجحه. وعلى فكره هو من الناس اعتقد المدربين القلائل اللي لعبوا بطوله افريقيا وبطوله اسيا. بالظبط. لعب مع فرقته كانت بطوله اسيا وكان الفرقه الوحيده اللي كل الماتشات ما اتغلبتش خالص. فهو اوريدي حقق نجاحات برضه خارج النادي الاهلي يعني. الحمد لله. يعني لما راح العراق ما كنتيش خايفه شويه؟ لا طبعا كنت خايفه موت في الاول. وبعدين هو لذلك هو الاول لما اتفق مع الناس، انا مش متذكره طبعا محمد ممكن يقول لي رئيس النادي كان شخصيه برضو
جميله جدا متذكره اسمه اكلمه وقال له طب انا هاجي اشوف ايه الوضع يعني هو طمنه وقال له لا المكان اللي موجود فيه احنا في بغداد والمكان امن مفيش اي حاجه ولما محمد راح هو قال لي هو زي احنا عندنا هنا مثلا في مصر احنا عندنا منطقه سيناء فيها شويه ارهاب وفيها يعني حركات ارهابيه كده وتفجيرات وحاجات هو كان نفس الوضع اللي في منطقه معينه هناك برضو هي اللي عليها المشاكل بالظبط الباقي المنطقه بتبقى almost safe يعني ما احنا برضو هنا كان فيها تفجيرات بتحصل يعني جوه القاهره فيعني انت عارف الفتره برضو كانت في كل المنطقه على فكره مش بس هنا يعني في المانيا كان بيحصل برضو تفجيرات في كل العالم في كل العالم بالظبط كده ما بقاش في مكان امن 100% يعني اكيد يعني الحمد لله هو لما هناك قال لي طمني حتى كنت دايما اقول له في اجازات كده ابعت لي وانا اجي عايزه اروح اشوف يعني العراق دي وقد ايه هو كان بيتكلم عنها كويس قوي قد ايه هم شعب مثقف يعني دايما كان يقول لي مقوله ان الكتاب يكتب في القاهره او في مصر ويطبع في لبنان ويقرا الله يعني دي حاجه معروفه مثقفه جدا تمام يعني احنا عايزين نسالك اسئله كتيره جدا بس احنا سهرناكي وربنا يخلي لك كابتن محمد يوسف شخصيه جميله جدا وان شاء الله تشوفي دومي كمان يعني حاجه كده امتداد ممكن تقولي له ايه بقى في الاخر كده على الهوا هقول له يعني احنا فخورين بيك وكالعاده يعني ودايما بالتوفيق كده ربنا معاك ويكون اللي جاي احسن كمان من اللي فات ان شاء الله نورتينا وشرفتينا لينا وللولاد طبعا يعني انا بشكرك جدا وربنا يخليكي وزي انا صيدتك قبل ما تخش على الهواء مش عارف سمعتي ولا لا سمعت كل حاجه انت عارف خلي بالك اصل الستات ربنا يخليكي ونورتينا وشرفتينا وتصبحي على خير اتفضل يا كابتن بقول لك المهم الستات تسمع كلام حلو يعني طبعا انا شفت انت عارف انا بحبك فما قلت لكش سبتك تطلع اللي في قلبك بيه انت ربنا يعني بصراحه ربنا يحميك يعني شخصيه جميله جدا ربنا يخليك مقبول جدا بجد جميل والله وبتفصل وبتعرف تتعامل ومقنع جدا كمان في شغلك انا جربتك واحنا بس هي التورتايه بس اللي عدت عليك التورتايه انت كنت عايز تقنعني بحاجه احنا كنا مختلفين فيها انت فعلا قعدت مقاوم للموضوع ده كتير بس فاكر انت كمان مع كابتن طه بصر الله يرحمه خدنا بطوله كاس مصر في 2005 بالظبط ودي كانت يعني عارف برضو ان فريق صعد يعني امبي صعد دوري ممتاز 2002 يعني بعد ثلاث سنين فاز ببطوله يعني فاهم قصدي؟ كنا ثالث دوري وثاني دوري وثالث دوري وثاني عرب فاكر لما خدنا ثاني بطوله عربيه بالظبط وثاني دوري صح؟ بالظبط يعني الوقت عدى معاك والله بسرعه جدا ربنا يخليك يا حبيبي والله يا كابتن ربنا يخليك ويعني يا رب تكون انبسطت من اللي احنا عملناه لا ده جميل ده حاجه جميله انا بشكرك كتير جدا لكن الوقت فعلا بشكرك والله كتير جدا وده كتير عليا والله يعني خالص انا التقارير والحاجات دي اكتر مما استحق يعني ويعني بنتهز فرصه طبعا اشكرك واشكر طبعا طاقم الاعداد كله والجميل طبعا هشام محيسن يعني عمل شغله وعمل مجهود كبير جدا فبشكركم وانا يعني حاسس ان انا والله قاعد في بيتي يعني قناه النادي الاهلي دي قناه بيتي وانت عارف طبعا علاقتنا ببعض اكيد من لما كنا بنلعب بام بي وبعد كده انت دخلت بقى التدريب وكده ولعبت في الاهلي كمان الحمد لله يعني انت من الناس يا ميدو مش عايز اشكر فيك طبعا على الهوا بس انت من الشخصيات الصريحه واللي واضح يعني ربنا يخليك يا كابتن نورت وشرفت وانا اتشرفت بيك الله يخليك ان شاء الله نكررها تاني باذن الله ربنا يخليك ان شاء الله كان معانا النجم الجميل النجم الاهلاوي الجميل والمدرب الاهلاوي الاصغر سنا اللي حصل على بطوله افريقيا النادي الاهلي على مدار تاريخه الكابتن الجميل قوي محمد يوسف دايما الوقت بيعدي معاكم بسرعه بشكر كل فريق الاعداد وبشكر مخرجنا الجميل احمد جمال وطبعا انتوا بتنوروني وتشرفوني دايما تصبحوا على الف خير